واهلا وسهلا بكل المشاهدين يلي انضموا هلا لقناه ال بي سي وروتانا خليجيه حتى يتابعوا معنا حلقه جديده من برنامجنا. حلقه اليوم الاربعاء 15 ابريل اكيد حلقه مميزه كثير، بنتمنى انه تنال اعجابكم، وبهاللقاء رح اترافق انا والزميل نادين. اهلا وسهلا بالزميله نانسي، كيفك؟ كلمه غلطتي. اهلا وسهلا فيكي، كيفك؟ الحمد لله منيحه وانت؟ الحمد لله. اكيد انا بدوري بدي ارحب بكل اللي عم يحضرونا بلبنان وبالدول العربيه، ومثل العاده اليوم برنامجنا محضر لكم فقرات عديده ومتنوعه، واكيد بدي ادعي الكل صغار وكبار يقضوا معنا ساعتين ونص من الوقت. خلونا نتعرف سوا على محتوى حلقتنا بهاللمحه السريعه. مهرجان الرقص الدولي ببيروت حدث مفرح وحيوي، منناقشه مع عمر راجح وميا حديث. حقائب مميزه من تصميم دايزي وشانتال الجردي تتوجه للسيده العصريه اولا. ركاب المزعجين كيف نتعامل معهم، موضوع اللايف كوتش زينب فوق. ولعشاق المجوهرات فقره خاصه مع تريزا سومي. حلقه غنيه بنتمنى انه تنال اعجابكم، وبالبدايه بدنا نرحب بضيوفنا يلي رح يرافقونا هيك من بدايه حلقتنا. اكيد زينه صليبي مصممه الاكسسوارات، شو بدك انا مصممه الازياء الاكسسوارات الشوز الباك والمستشاره، كيف ما تقوليها بضل انه كونسلتنت يعني شد العين، صار هيك تايتل طويل عظيم والله يزيدهم. شو اخبارك؟ مشتاقت لكم وانتوني بينك، اشتقت لك. انا كمان حبيبتي، اهلا وسهلا فيك. يمكن كنت مفرطه شوي كثير. وخبيره التجميل نونا باز اشتقنا لها كثير، اهلا وسهلا فيك نونا. اهلا وسهلا، شو اخبارك؟ تمام، الحمد لله على السلامة. شكرا. كيف كانت ايطاليا؟ كثير منيحة، اليوم رح نشوف كثير اشياء من ايطاليا. شو جبتي لنا هونيك؟ كل شيء جديد من ايطاليا. اوكي. اي من ميك اب، من سوان، اليوم رح نشوف كمان نعمل ديمو للميديكا سويس، كيف انه نعمل ليفتنج ب 60 ثانية. فيري نايس. حزينة. اليوم بنكمل شوي اللي حكينا عنه الحلقه الماضيه عن الترند لهيدا الموسم، رح نكمل شوي صور ونفرجي شو اللي دارج، ونضوي شوي على ترند من الترندز اللي دارجين، اللي هي الاسود والابيض بسموه الاوبتيك، اللي هي اذا بدك مش الاسود والابيض اللي دائما نلبسه بالعاده، دارج اليوم بطريقه مختلفه بطريقه توتال لوك. رح نشوف كيف فينا نمزج هيدي اللونين بطريقه ستايلش، يعني مش الكلاسيك المعتادين عليها. غريب لبسي اسود وابيض، يعني عاده بتضلك لاحقه هيك الموضوع. لكن قد ما انا بحب البس الوان، ما بقى كثير عندي اسود وابيض بالخزانه تبعي. انا كمان ما كثير بلبس اسود. ايه سو جبتهم للخزانه لنعرضهم اكثر من انه البسهم. خلص طمنيني خزانتك معنا اليوم. اكيد ما بقى بجي بلاقيها يعني لا اليوم زينه صليبي بيورلي. يعني احلى شيء وقت تجي زينه مع خزانتها، هيدي احلى اكثر شغله بنبسط فيها. اهلا وسهلا فيكم لكم مره جديده، واكيد حنفوت بكل تفاصيل مواضيعكم خلال سياق حلقتنا، وبنقوم بجوله على اخبار العالم. وانا خبريتي عن عالم الطيران، واضطرت طياره تابعه لشركه الاسكا ايرلاينز اللي كانت متوجهه للوس انجلوس للقيام بهبوط طارئ، وبعد ما كان صار لها بالاقلاع حوالي 14 دقيقه ورجعت لانه سمعوا صوت غريب من تحت الطيارة، وهالصوت كان والصراخ صادر من عنبر الشحن، فرجعت الطيارة بعد ما تعاون الطائر مع برج المراقبة وقرروا انه يرجعوا على المطار. وبعد ما هبطت الطيارة حذروا طلع صوت، طلع صوت الشاب اللي بيحط الباجاج تحت بالشحن، طلع غفة نعس فغفة وسافر معهم، ولكن محل الباجاج او الحقائب، يعني واكيد اخذوه على المستشفى. الحمد لله على السلامة. ويمكن العمال من اكثر الاشخاص اللي بيتعبوا، عن جد تحية لهم. عن جد تحية. بدنا انت قد ايه كمان قد ايه اليوم عم انه بتحسي العالم صارت اصلا تخاف تطلع بالطياره، يعني ما بقى تحمل كمان اوقات انه هيك اشياء مثلا هفوات صغيره، انه قد ايه الشخص الركاب قد ايه خافوا، يعني يمكن افتكروا في شيء او في شخص على الطياره. بس قد ما كان خوفهم مش قد خوف هو انه قاعد تحت وعم بيصرخ قاعد من كل الباجاج وطايره الطياره، كيف لما يصير فوق؟ هديك المره يعني حكينا عن مغامره شاب كان عباله يسافر وما معه حق التيكت،
طلع وقعد محل المروحة. تخيلوا سفا كل الرحلة يعني الله نجي ووصل على البلد اللي بده إياه محل الدولاب. دولاب عفوا انه كمان يعني مروحة صعبة شو لا كان يعش قصدي الدولاب بس كمان على الحالتين انه قد ايه الانسان ممكن يخاطر منا يعني خطرة اكيد ايه بقى الواحد لازم ينتبه. رح نتابع وانا خبريتي من دبي ونشر مثلا امبارح سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على صفحته على فيسبوك اعلان عن البدء باعداد لاطلاق اول مسبار عربي اسلامي لاستكشاف كوكب المريخ. وبيقول سموه هالحدث رح يكون بدايه لدخول العرب عصر الفضاء ورحله المريخ هي تحدي كبير وهي مصدر الهام لنا جميعا كامه عربيه بانه بنقدر المنافسه بالسباق الحضاري والمعرفه العالمي. وطلب اليوم من كل يلي رح توصلهم هالرساله انه يساهموا باختيار اسم عربي مميز لمسبار المريخ ويعملوا هاشتاج مسبار المريخ مع الاقتراح. مسبار المريخ هو مشروع عربي اسلامي بدنا نخلي الشباب يشاركوا فيه الشباب العربي طبعا وبدنا فتح ابواب الامل والتفاؤل لهم وانه تعانق طموحاتهم كواكب السماء. يعني دبي دائما السباقه بالانجازات العلميه وسمو الشيخ محمد طبعا من اكثر الاشخاص اللي بشجع عفوا الشباب وبلاده على خوض التحديات والتجارب بمختلف المجالات. يعني خطوه كثير مهمه طبعا أكيد. للامارات كل التوفيق ورح نتابع كل التفاصيل نحن اكيد ومنفتخر عن جد انه يكون في دوله عربيه صحيح. يعني تكون عم تعمل هالانجازات الكبيره طبعا اكيد. زينة شو خبريتك؟ أنا اليوم خبريتي عن الرياضة، كلنا بنعرف قد ايه الفوائد الرياضة كبيرة، واليوم عم نزيد فائدة على هالفوائد اللي هي إنه بتزيد من حجم الدماغ. بقى علماء من فنلندا أجروا تجربة شارك فيها 10 توائم متشابهين بكل شيء حتى بالحمض النووي، وكان أحد التوأمين عم بمارس الرياضة بشكل كتير منتظم، وبحين إنه الثاني توقف كلياً عن أي نشاط جسدي، وبعد الفترة الزمنية لهيدي التجربة خضعوا كلهم صورة الاي ار ام يلي ظهر انه يلي مارسوا الرياضه بشكل منتظم ازداد حجم بعض مناطق بدماغهم، كما تبين انه المنطقه المسؤوله عن التوازن اصبحت اكثر نشاطا. وبيعتقد الخبراء انه هيدا ممكن يمنع تطور كثير من امراض الشيخوخه والشلل والاختلال التوازن. واستنادا لهالنتائج بينصح العلماء بضروره ممارسه الرياضه بعمر الشباب، كما انه النشاط البدني بعد بلوغ الستين من العمر بساعد بتاخير الشيخوخه بعد امراضها الى وقت لاحق ومتاخر اكثر. يعني دائما بناكد قديش مهم الواحد يعمل رياضه، وامبارح كنا عم نحكي بالذات انه 10 دقائق كافيين صحيح انه خلال النهار وما في حدا يتحجج انه ما عنده وقت. مزبوط. وننسي الرياضه، انا بحس انا من الاشخاص اللي كثير بمارسوا الرياضه وبعرف قديش مش بس على المستوى الجسدي يعني حتى على المستوى الفكري بتحسي انه هيدي النص ساعه اللي عم تعمليها بالنهار او ال 10 دقائق بتحسي انه بترجعي انسان جديده، بترجعي بتفوتي بتاخذي شاور عن جد. مزبوط. وبتحسي انه وقت لإلك، يعني كيف الامراه يمكن بتهتم بشكلها الخارجي، بتعمل شعرها، بترتاح. سبور كمان ببين جمال الوجه عن جد، لانه بتكوني نفسيا ارتحتي وحسيتي حالك نشيطه، بتحسي حالك مرتاحه. بس تشتغلي الدوره الدمويه بتحسي وجهك كله كل شيء، بتحسي حتى جسمك، انت بتحسي انه جلدك عم تتغير، بتصيري حتى اذا بتعملي سبور وبترجعي بتظهري تلبسي ثيابك بتحسي حالك هيك مفعمه بالحياه. صح. سو اكيد لازم نشدد على اهميه الرياضه. نونا خبريتك شو؟ اليوم بتحذر منظمه الصحه العالميه انه صار في تزايد كثير عند النساء بطلب على العمليات القيصريه. اوكي. بقى بتحذرهم بتقولن انه صار في عم بيصير في كثير وفاه، انه هالعمليات القيصريه ما مفروض تصير الا طلبا لقسم الاطباء يلي هن لما يلاقوا في ضروره انه تصير عمليه قيصريه. مشان هيك المنظمه العالميه بتقول انه الافضل نرجع على العمليات الطبيعيه بانجاب البني. اوكي. يمكن ما بعرف هون الاطباء كمان لازم شوي هيك يوعوا النساء
انه ما لازم يعملوا عمليات قيصريه. مظبوط، خاصة إذا ما في حاجة. يعني عن جد أنا بلاقي، يعني أنا ولدت ولادتين، وحدة طبيعية وحدة قيصرية، عن جد بعرف الفرق قد إيه الولادة الطبيعية أحسن لجسم المرأة، بتحس المرأة حالها هي مرتاحة أكثر. يعني سبحان الله كل شيء يمكن طبيعي إذا الشخص بيقدر يعني يختار، إذا هو بس إنه ضمن الاختيار أكيد يختار. بس بالفترات الأخيرة زادت الولادات القيصرية، وصارت يمكن الولادات الطبيعية حوالي 55% بس. يعني كمان في دراسات بتقول انه الولادات القيصرية افضل من الولادات الطبيعية. لكن انا ما بعرف، يعني اخر فترة كنا عم نسمع بهيدي الدراسات، مش افضل بس طالما منظمة الصحة العالمية عم بتحذر من الموضوع، يعني هي المرجع الاعلى بهالموضوع. فكل اللي بدهم يولدوا هلا ولادة طبيعية. لا وبعدين بيقولوا اللي بيولد ولادة قيصرية انه ما بيصفى يمكن اكثر من ولدين، ثلاثة اربعة اولاد. مزبوط، اربعة اولاد. انا عندي خبرة الاطفال كلها عندي. لا بس عن جد يعني اللي بتولد طبيعيا بتعرف قد ايه الولادة الطبيعية شعور بكفي، والشعور مظبوط بتحس بالبيبي بتعبي عن جد هيك. يعني اكيد انه صحيا وهيك افضل، لانه سبحان الله مثل ما عم نقول انه الشيء عم يطلع من الجسم، البيبي عم يطلع من الجسم طبيعيا، اكيد افضل من الولاده القيصريه. صح. اليوم بضيافتنا الشيف هادي ابراهيم، فلما يكون الشيف هادي ابراهيم ستلتي لوين بنكون بنروح اولي؟ على ايطاليا. عند يعني محل ما نونا كانت. اليوم الجو ايطالي شيف، لانه نونا كانت بايطاليا وجايبت لنا كريمات وكل شيء جديد من ايطاليا، وانت بس اسمع اسمك شيف هادي ابراهيم، يعني يلا على روما هالمره ان شاء الله. اكيد اليوم لا مش على روما، على منطقه ثانيه هي سيشيليا. اوكي، اللي هي كثير مشهوره بتستعمل السافرن بالاكل. اوكي، اليوم ما رح طول عليكم الخبريه، اليوم هو البلا عندنا بيتي دي بولو كون زافيرانو اي فونجي، يعني جريل تشيكن بريست مع صوص. اليوم انا ما تروقت لانه عرفت انه انت معنا. مرسي. قلت اليوم الاكل مرسي. حيكون مرسي. كتير طيب. على فكره انا كتير انبسطت لما عرفت انه انت معنا اليوم، انت وناسي. مرسي. اوكي مرسي. اهلا وسهلا فيك. ميرسي. سو اليوم رح يكون الصوص السبيسياليتي اللي عندنا هو السافرن صوص مع المشروم. اوكي، اليوم ما في باستو. اليوم ما في بيستو، بس في حبق بيزل ليفز. بتعرف مش معقول، انا دائما انا بعرف انت بتستعمل بيستو بتحب. بعمل بيستو، بستعمل بيستو اللي انا بعمله، مش اللي انا بشتريه خالص او اللي غيري بيعمله، لانه انا البيستو بحب اشتغله بتكنيك شوي التراديشنال. يعني انا بعمله على ايد البيستو. اوكي، ما بستعمله مكنه، ما بستعمله شيء، بدقه دق، اخر شيء بحط زيت الزيتون وبخلطه. عرفتي كيف؟ الطريقة المضبوطة تاعت البيستو. طيب هذا الطبق اليوم شو فيه شيء من المكونات من ايطاليا؟ 100%، نحن اليوم اخترنا هذا البلا لأنه في عدة عناصر بتلبق مع بعضها، نعم. اوكي؟ أول شيء في عنا البات اللي هي التالياتيل، التالياتيل بتعرفي هي نوع من أنواع الباستا، نحن عاملينها اليوم مع الهيرب صوص، مخلوطة مع الهيرب صوص بقلبها. اوكي، في نحن عندنا هون الليجوم، انا اخترت البروكولي والطماط سوريز، رح يكونوا سوتيه، رح يكونوا فوق البات اللي نحن عاملينه مع الاميلسيون اللي نحن خلطينه معه، ورح يكون في عندنا صوص شامبينيون مع السافرون اللي هو كمان الاميلسيون الايطاليان اللي بقلبه السافرون والمشروم. وهون شو في عندنا؟ ورح يكون في عندنا زبده، بتعرفي كرمال نعمل سوتيه للشامبينيون. حسيتك هيك عم تقفي عن الزبده، انا اليوم الطبق صحي وما فيه كثير كالوريز. دخلك اليوم معنا شيء دايتريشن ولا لا؟ في دايتريشن اليوم؟ بلا طبعا جاي لعنا، لانه كرمال بس نعرف اذا حنكتر زبده ولا لا. كرمال ما بتعرف خلص ما بنقلها. ماشي اوكي، عم نخفينا. اوكي اوكي، شو رح نبلش؟ اوكي، انا حابب كثير بلش بالصوص. اول شيء كرمال يشوفوه المشاهدين. يلا اوكي، هلا بلكي في شيء حدا من السيدات كمان بده يعمل الطبق هيك. اكيد هلا بلش حضرهم كيف هلا. كل سيده بتكون حامل الورقه والقلم وعم تتعلم الاكل الشيف هادي الايطاليان واللي لازم نتعلمه. اوكي، رح نبلش نحن بالبير. نحن البير عنا تقريبا 50 جرام، مش حنكتر كثير. رح نذوبها على النار لتصير عنا دايبه كليا، ورح نسقط فوقها دغري الشامبينيون اللي هو الشامبينيون دو باري اللي انا جايبه الفريش. اوكي، نحن هون بلش تذوب عنا الزبده. رح ناخذ الشامبينيون ونحطهم لنعملهم سوتيه كلياتهم سوا مع بعض. بتعرفي الشامبينيون اذا ما عملناه سوتيه ما بيعطينا نفس الطعمه لما ما نعمله سوتيه. يعني انا على سبيل المثال وقت اللي انا بقليه مزبوط على حراره قويه بالزيت او بالزبده، سو هون رح ياخذ الكوش من برا، رح يصير عندي كريسبي، لما بده ينطبخ مع الصوص ما رح تتغير طعمته، الطعمه رح تضل محافظ على قيمه طعمته. اوكي اوكي، سو من هيك نحن هلا حمينا النار مزبوط، حطينا الزبده وحطينا الشامبينيون لنقلبهم كلياتهم مع بعض. اوكي،
بتعرفي شامبينيون كل ما تقلى كل ما راح يكب المي تاعيته، سو من هيك انا عم اقوي النار عليه كرمال ترجع تنشف المي ويرجع الشامبينيون عندي يصير كريسبي. اوكي بهالوقت نحن سوري بهالوقت نحن عم نقلي الشامبينيون، ما حنزيد عليهم شيء ملح زيت. اوكي رح اقول لك شغله، نحن انا زيت لا مش حاستعمله اليوم ابدا، لانه البلا اللي عندي شوي بيروح مع الاشياء الدهون المشبعه يعني مثل الزبده مثل هو الخبار. اوكي ما رح احط شيء هلا، اللي انت عم تقوليهم مزبوط لازم نحطهم، بس رح نحطهم من بعد ما نضيف السافرن، من بعد ما نضيف الانجريديون الثانيه. اوكي بس مثل ما قلت لك نحن ما فينا نحط اي شيء الا ما يتقلى عنا شامبينيون مزبوط كرمال يحافظ على قيمته على طعمته على شكله على حجم الحبه تاعيته اللي نحن حاطينها عم نقليها على النار. صحيح. سو انا كمان رح اقول لك شغله ثانيه، انا صوص مدخل فيها هيربز، فانا مثل ما شايفه جايب معي البيزل ليفز، البيزل ليفز رح استعمله لمرحلتين بالطبق اللي نحن عاملينه اليوم، رح استعمله بالصوص ورح استعمله كديكوريشن كريبريزنتيشن، بتعرفي لانه كل شيء ايطاليان تقريبا 80% من الاكل الايطالي بيتزين بالحبا وبيتزين بالبازيليك وهو الاخبار. اوكي اليوم انت بشو حتزين؟ رح زين بالحبا وبالبقدونس. اوكي سو نحن كرمال ناخذ طعمه الحبا اطيب، كرمال ناخذ طعمه الحبا سترونج اكثر، فانا مفروض افرمه ناعم وحطه ديركت فوق الشامبينيون هو عم يتالف، يعني بيصير عندنا شامبينيون بارفيمي او بازيليك. اوكي بيصير نحن عندنا شامبينيون في بقلبه طعمه الحبق، تاكلي حبه الشامبينيون في بقلبه طعمه حبق هيك بارفيمي او بازيليك جاي. يعني شاف القعده معك عن جد بدنا حلقه مطوله معك، لانه بتضل كل ما نحن واقفين حدك انت عم تعطينا نصايح ومعلومات جديده. ميرسي. حابقى شوي انا حدك هون ورح ننتقل لعند نانسي والمزيد من الاخبار. نيفين الخبرية يلي رح أقولها هلأ ما حبيت خبرك إياها قبل الهوا، أحسن ما هيك يغطى قلبك وما تطلع بالحلقة. غطى قلبي من هلأ. قدم هدية بقيمة 350 ألف دولار. زي لمين؟ لمين؟ لإلي. لا عم قلت لك غطى قلبي من هلأ. خلينا نتابع التفاصيل بالتقرير التالي. إيكن نفسه ماذا قد أهدي رئيسا إفريقيا يملك كل شيء، والإجابة جاءت وفقا لإيكن أهديه شاحنة لا يخترقها الرصاص بسعر 350 ألف دولار أمريكي. الشركة التي صنعت الشاحنة كانت من سرب الخبر إلى الإعلام وتدعى The Auto Firm in South FL، معلنة أن إيكن طلب شاحنة المرسيدس هذه في العام 2014 وطلب أن توضع لمسات خاصة عليها بحيث تصبح مضادة للرصاص، مؤكدا أنها هدية لرئيس إفريقي دون أن يسميه. المصادر تؤكد بأن الهدية ستذهب إلى رئيس موطن إيكن أي الرئيس السنغالي ماكي سال، لكن إيكن بقي على صمته حتى بعد استلامه الشاحنة وإيصالها إلى صاحب الهدية. يذكر أن الشاحنة تتسع لثماني أشخاص وهي مجهزة بالكامل، إذ تحتوي على تلفزيون ونظام صوت محترف، ومع ذلك فإن الشكل الخارجي للشاحنة عادي ومتواضع، ويعتقد أن الأمر مقصود كي يتنقل الرئيس المزعوم براحته دون أن يشك أحد بوجوده في الشاحنة ودون القلق من أي رصاص محتمل قد يوجه إليه من قبل بعض الثوار أو المعارضين لسياسته.
يهدي هدية وما يقول لمين. يعني منيح اللي طلعت هيك الخبريه وانا غطى قلبي بالمطبخ نانسي. هلا الخبريه عن النجمه هيفا وهبي ورح نشوف بعض مقتطفات من فيديو كليب الجديد يلي شارك فيه حبيب جيلو السابق كاسبر سمارت. خلينا نشوف تفاصيل بهالطريقه. Love me now. Love me past the end of time. Turn me اكيد للنجمه هيفا وهبيك. شو ما تعمل بيلبق لو حلو، بس الكليب مش كثير حلو. هلا هي شو ما تعمل كثير حلوه. ايه حسيت كثير في تنوع بالستايلز، كثير بعاد بدنا نحضره كله يمكن. دائما افكار جديده، بس انا بحب الكليبات اللي قبل اكثر، ما بعرف هيدا رأيي. وهي شعرها الاسود وهيك بتحس كثير. صح، بالشعر الاسود هي احلى. على كل حال زينة ونونا اكيد باقيين معنا، ورح نفوت معك مباشره بعد الفاصل نونا بموضوعك لنشوف شو جبت لنا من ايطاليا، وهيك كل السيدات بيستفيدوا. ومشاهدي روتانا خليجيه اكيد باقيين معنا مع المزيد من الفقرات والاخبار والتقارير، فكونوا كتار بعد هالفاصل. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار مباشرة من النمسا. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار بريق يخطف الأبصار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي النمساوي الأصلي موجودة فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدينة المنورة، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، البحرين، مسقط. حك عادي هونيك بقلتي ثاني مود. ما حدا عم بيأدي شو عم بعمل بهالبيت. عبالي انا هيك مسافر شي سفرة على روما مثلا. انا I'm very positive. اكيد حيمشي. Everything new الناس بتحبه. شو انت متعلمة من اول مرة؟ بدنا نعمل لك تمارين على الخدود كمان، عضلات الخدود. باي باي. طب ليكي ما بيحن قلبك لأكسيك؟ بلا شوي. أنا كنت عارفة شو قلت لي كثير فيه. شو هيدا؟ شو هالعشا؟ بدي أعمل سبيتش.
The Sisters إخوات خوات الجمعة الساعة 7 المساء على الـ LBC. أغنية الفنانة سميرة سعيد مظلوم حاليا على موقع iTunes.com كلمة شوفك تقول انك محمود وعلى شبكات الاتصالات كلمة شوفك تقول انك محمود سميرة سعيد مظلوم كل يوم مثل اليوم زعلولوم اللي تحمل كول تون او النغمة الخلفية لموبايلك ارسل كود النغمة الى رقم بلدك انتاج روتانا حفل غنائي ساهر مع أكبر نجوم الأغنية العربية الفنان عبد الله الرويشي الفنانة نجوى كرم الفنان وليد الشامي والفنان عامر زيان من عذابي أنا وأهري الجمعة 17 أبريل 2015 على مسرح حلبة البحرين موعد واحد برنامج واحد مرتبة 41 أغنية وأنتوا وحدكم بتقرروا آخر الإصدارات وأهم الأصوات بالعالم العربي توب 40 السباق الرسمي للأغنية العربية شاركونا على الإنستغرام وفيسبوك top.40 and don't forget to post your comments وما تنسوا تصوتوا وتدعموا فنانكم المفضل ليوصل للمرتبة الأولى سباق مستمر والكل ناطر توب 40 توب 40 3 الساعة 7 المساء على الـ LBC مصممين عروض ازياء مودلز واكسكلوسيف باس لكواليس الفاشن ويك كل هالمواضيع بتوصل لعندكم يومياً بكاتوك آخر وأهم التصاميم من عواصم الموضة بنقدم لكم إياها وأكيد مباشرة من الرانوي كاتوك مشوار يوم العالم الأزياء الجلامر والفاشن So get ready for the ride كاتوك يومياً الساعة 11 المساء على الـ LBC ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار منتابع ببيروت ومثل ما ذكرنا ببداية حلقتنا نونا باز جاية من إيطاليا وجايبة معها الكريمات وكل التقنيات الجديدة أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة نونا وزينة أهلا وسهلا نونا بشو بدنا نبلش بداية عم تخبرينا عن شو فيلم عن إيطاليا أوكي. خلال المؤتمر شو كنا عم نعمل شو الإشياء اللي هيك الميك اب يلي كان اكثر شيء دارج اذا بدكم بس نحط الفيل اوكي بنحط وبلكي هيك بتعلقي كمان او بتخبرينا عن زيارتك يعني الوان كثيرة موجودة هيدا ببولونيا هون الوان التاتو شوفي كيف بنختار الوان التاتو ان كان للحمرة لل او للتمحاية او للحواجب يعني عم نشوف الوان عديده مزبوط لانه هون في اشياء لتصلحي كمان اوكي هون عم نقي الوان للميك اب لانه اكيد بدي اعمل اللين تبعولي بقى عم جرب عده انواع من ايطاليا من اسبانيا هون عم نشوف شو دارج كيف هن بيعملوا مكياجهم في الناعم يلي نحن كمان عم بنحطه البني والبيج والذهبي كلها الوان ترابيه مع حمراء اورانج او بيج روزي
الأغلبية، بس كمان في مكياج قوي، في أبيض بقلب العين، في شيء كتير محدد بس خاص للصور تقريبا. هون الليلة كي هون الناس يلي بيعملوا شو بيبقى كتير مميز، وهون الميك اب مثل ما شفتي غريب. شوفي هون رجعنا لكتير أيام زمان كتير حلو، بذات الوقت كمان لما تقوي، وهيدي صورة كتير حلوة كمان. وهون عم نحكي ارتستيك ميك اب، يعني أكيد ما بنظهر فيه دايما. هون على كم نهار هالمعرض؟ هو كان على 4 أيام تقريبا. بتشوفي الاي شادو الالوان، بتشوفي الاجهزه، لانه معرض من كل بلدان العالم موجود، يعني كل بلد بده يعرض كذا شركه عندك، كلهم بدهم يعرضوا شو الليتست تكنولوجيا او الكالرز او حياتي. اول مره بتشاركي فيها المعرض؟ لا. ولا لا دائما بتطلعي؟ لي 28 سنه بس بشارك. اها واو. لا يعني نو 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 اكيد مشوار طويل. لا 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 هنا حسب ما عرفنا كمان بهالمعرض بيصير في تركيب لالوان الحمراء لغير مستحضرات ورح تعرفين عليهم بالحلقات اللي جاية إذا الله راد. طبيعي. شو جبتي لنا شيء يمكن كريمات رح نحكي عنهم اليوم، فعاليتهم بتكون يمكن مثل البوتوكس بيعطوا؟ هلا اليوم رح جبت شيء لفت لي كثير نظري، هن شغلة سويسرا، عندك الماديكا سويس. هن الحلو فيهم نحن رح نحكي بالإجمال عنهم كلهم. في شيء مثلا هيدا ب 60 ثانية بيقولوا لك انه ممكن اذا انت عندك سهرة او شيء تحطيه، واذا عندك تجاعيد معينة بوجهك او بعينك او بجبينك ممكن تخفي لك اياها خلال 60 ثانية. شو حلو هيدا. أوه. يمكن زينب بينفع للتجاعيد الكثير صغيرة، المرات اللي ما فيك تعبيها بتكون موجودة على الخد او او حول العين. انا بحس انه حتى انه يلي شوية صغار بالعمر دائما على الميك اب بس نحط التان بفوت جوات الرينكلز ببينه اكثر. ما مشان هيك فيك تحطيه ونتيجته سريعة. بيقولوا بتحطي باز من بعده ولا خلص هو يعتبر كباز؟ نعم فيك تحطي باز لانه هو منه هون كثير عم يشغل على الرطوبه، هو عم يشتغل عم يعمل افيه ليفتنج. لانه بدنا نحكي انه شو المكونات يلي بقلبه. اوكي. مكوناته كثير مهمه لانه في شيء اسمه الجابا، هيدي هن عندهم براءه الاختراع لهم، بتعمل على ارتخاء العضلات. كيف البوتوكس بيشغل على يرتخي العضلات ومنشان هيك بتشوفي شد البشره. أوكي. شد الوجه. هيدا الماديكا سويس عندهم هالبراءه الاختراع يلي هي بقلبهم، عندهم كل مكونات البرودوي تشتغل على ارتخاء العضلات مثل الافي البوتوكس. اوكي. هلا النتيجه تبعولته بتضاين مثلا نحن قلنا 60 ثانيه، اكتشفوا انه بعد 56 يوم لما انت تستعملي كريم للنهار او كريم لليل مع السيروم مع الاي كونتور مع الاي ماسك اللي مخصصينه لتجاعيد الوجه، اكتشفوا العلماء انه فعلا عطى افي البوتوكس يلي بضاين. عم بيكون علاج يعني عم بيكون علاج مش بس انه 60 ثانيه انه لنهار او نهارين وخلصت الافي، اذا بتضلك تستمري تشتغل عليه ساعتها بيعطيكي هالافي لونج دوري مثل ما عم نقول. اوكي. منشان هيك هو انا لفت لي نظري كون انه اول شيء ميد ان سويسرلاند، وبذات الوقت هالافي لانه الماسكات يلي موجوده كثير مهمه، انه قليل حدا يعمل لك ماسك لحوالي العيون، قليل حدا يعمل لك ماسك يعطيك افي ليفتنج او افي يعبي لك التجاعيد. عم نشوف باتشز اكثر عم بيجوا للتحت العيون من الماسك. مشان هيك بيعمل مثل بينفش التجاعيد، وبتعرفي لما تكون مثلا كاسره كثير ويجي ماسك ينفش لك هالتجاعيد ساعتها بتحسيها انه غابت او خفت شوي. خفت. حلو. هون عم نحكي عن عمر معين. لا فعلا هن الافات تبعولهم حلو لانهم سريعين.
بتتحمسي ايه لانه كلها بدنا اشياء سريعه صح. حتى لو انك عامله بوتوكس ببعض الاوقات الفاين لاينز ما بيروحوا يعني مزبوط. ما فيك تقربي ومرات ما بي... مثل ما قلتي ما بيقدروا يقربوا بالبوتوكس صحية. على مناطق معينه يعني اذا عملتي يعني. ماسك انت عندك بالبيت او ماسك للوجه يعني انت عم بتطولي اول شيء اللون دوري تبعولك البوتوكس تبعولك انه ايه بيساعدك بضاينك اكثر وعم بيعبيلك هل بيعمل الفيلرز كمان يعني انت عم تعبي تجاعيدك بطريقه انه وهيدا شيء بالجابا هي موجود عندنا بجسمنا أوكي. بس هلا اكتشفوها مؤخرا هي اللي بتساعد على ارتخاء العضلات حلو أوكي. لانه بالبيت حلو كمان يعني بتهدي الجامعه ممكن تاخذيهم على البيت وتستعمليهم شو بعد في عنا غير اشياء بهالجام موجود؟ قلنا عنا الماسك قلنا للوجه، عنا ماسك للعيون، عنا البوتوكس كريم يلي بتحطيه من على بكره، عندك الكافيار برايتنينج ليفت ماسك، هيدا كثير مهم لانه اذا مثلا وجهك شاحب او ما عندك لون، ساعتها نحن كيف بنستعمله؟ بنستعمله قبل يعني اذا نعمل افي ليفتنج بنستعمل اول شيء تنعطي نضاره بنعطي اشراكه للوجه بنحط الكافيار وايتنينج ماسك بنحطه قبل شيء 10 دقائق 15 دقيقه وبنرجع بعدين بنحط البوتوكس ماسك اللي ليشد وهذا كل الاشخاص هلا بدهم يعني عم بفتشوا انه يكون هيك لون البشره موحد يعطي اكلا هذا اهم شيء هيدا اهم كل العالم الاكلا ونخفف التجاعيد بالاخص هلا نحن على ابواب الصيفيه طب نونا في عمر معين ببلشوا يستعملوا هالكريمات اكيد اكيد مش العمر 20 سنه وال 25 سنه هن يلي بلش يتكون عندهم هول التجاعيد الخفيفه فيها تبلش تحط من هلا مشان انه ما يسرع وينشف ويصيروا اغمق اكيد يعني بدك تحكي من 30 وبتطلع بس في صبايا صغار وعندهم هيدي المشكله يعني في صبايا صغار بنحسها 22 سنه يمكن قد ما بتتعرض للشمس وما بتشرب مي عندها هيك الريد الصغار هلا هول بهالحاله كمان فيها تستعمله فيك ايه لانه هول بيسموا ريد ديكسبريسيون يلي بتتحكي كثير يلي بتعبس كثير اكيد فيها تستعمله وبتحطه على المنطقه اللي عندها التجاعيد وليش لا يعني اكيد رح يساعدها دونا كمان من زمان يعني من كذا سنه نزل كريم كمان شيء هيك عنسق انه بوتوكس بتحط نعم. بيعطي هالإفي انه بيروح لك التجاعيد ولكن كنت بتحسي انه مثل كانه في شيء ملزق يعني منه ما تشربوا الجلد مزبوط هيدول كيف لا بالعكس كثير بتشرب الجلد لانه قلت لك هي مواد موجوده بجسمنا اصلا وهي شغله كريم عادي اي وشغلتها هي بتشتغل على ارتخاء العضلات ونفش التجعيده دونك ما بتحسي باي شيء غريب بالعكس اذا بدك اجرب لها شوي هيك على ايدها ايه خلينا نجرب لها شو الاحساس وكمان هيدا اي هون عم نستعمله ايه هيدا البوتوكس خلينا نشوف على منطقه بدك ايه خلي هيدا وخلينا كمان حاطين لك على فيلم بينفع يمكن للسيدات برك اللي كمان بتعرفي العمر مرات ببين على الايدين فممكن انه يحطوه على الايدين صح؟ كثير بحسن لا انت اسمها ايديك بجنن وهون بس كمان ما بيمنع انه تعرض الايدين للجفاف مزبوط بده يعني مع الوقت بتتركهم هيك ولا بتفركوا؟ لا لا هلا هيدا مثل ماسك هيدا بدها تخليه من 10 ل 15 دقيقة تخليه وبعدين بتزيله بالماي او بتشيله بالماي وبتلاحظ ساعتها اذا واحد عنده خسوفات او تجاعيد سطحيه بتحس كيف عمل رخى العضل وكيف شدت البشره واكيد نعم كثير اكيد مع تفتيح للون لانه هيدا بفتح هيدا هون حطيت لها الكافيار وايتنينج ماسك للتفتيح هون حطيت لها اكثر من هيك بعد عنا عم بحكي هون حطيت لها الافي ليفتنج على ايدها طيب نونا بما انه هلا هيك عم نستعمل الكريم على ايدين زينا جبتي شي كريمات خاصه للايدين من هونيك معك ولا لا؟ اكيد في هلا انا لانه عم بشتغل على شيء لإلي انا اوكي مشان هيك جايبه من كذا بلد
وهلا يعني للتجارب بتعرفي ما فينا نحكي عن شيء اذا ما كنا كثير اكيدين منه. اوكي. ان كان ميك اب ولا بعد لحديت هلا بيحكوا عن الايدين بس بعد ما بتحسي لقينا الحل 100% يعني مزبوط. لا اكيد هلا رح بعد شوي بس بنحكي عنه لاحقا لانه لنتاكد من كل شيء ساعتها حتى تجربوه يمكن تعملوا تيست عليه أكيد. أكيد. وبعدين ساعتها طبيعي يعني. كمان تعملوا ببيروت كمان تفضلي لا تفضلي لا تفضلي بس كيف بدي اسالها اذا كمان للرقبه يعني لانه ضروري ضروري اوكي هالكريمات بنحطهم على كم ستريت ضروري ضروري دائما دائما اصلا كل الماسكات وخاصه هول الميديكا سويس عاملينه خصوصي تتبلش من الرقبه وبالطالع يعني ما بينحط الا انه لازم تحطي من الرقبه وفينا دغري نحط ميك اب من بعده ما في مشكله الماسك بس تشينيه بتحطي الكريم دجور تبعولهم البوتوكس كريم ماسك وبترجعي بتحطي بتحطي الاي كونتور وبتحطي مكياج اوكي واذا تعرضنا للشمس بروح كل المفعول اكيد مثل ما انا بعمل بحط بهالكريمات وبروح بتعرض للشمس ف... يا ريت شمس سولاريوم لون طبيعي لو سمحتي بيميزهم كثير عجبني السان كير بروتكشن لانه في لون يعني بتحسي معني رح احطلك هون بعد شوفي اللون تبعوله كثير كثير حلو عجبني انه كريم كانتي عنده حمايه 50% بيحميك من أشعة الشمس وبهيك الوقت بيعطيكي لون لبشرتك يعني فيك ما تحطي الكريم دو جور تبعونك فيك تكتفي به سان بلوك من ميديكا سويس حلو لونه مش دايما بنحط الكريم طبيعي هو لانه اكرام بس دارسينه بعدين منه مزيت اذا ملاحظه ما بتحسي زيت ولونه كثير طبيعي يعني حسيته بيمشي على البيض على السمر على عنده مزبوط. حمايه اصلا بالصيف بتكون يعني الجسم بيكون كمان برونزي حتى اذا قاعده يمكن عم تعملي برونزاج او عم تعرضي للشمس في شخص يحط منه ما بيكون حتى اذا ما بدك تحطي ميك اب بالنهار ما حلو يكون لون الوجه غير لون الوجه بهيدي الطريقه هيك بنوحد اللون ثانك يو كثير نونا على كل النصائح اللي اعطيتينا اياها بنشوفك ان شاء الله عن قريب اهلا وسهلا فيك زينة انت باقية معنا ولكن بالفقرات اللاحقه اكيد حنفوت بموضوعك ننسي شي مره هيك انت سافرة وكان في عندك راكب مزعج زعاجك وعرفتي كيف تتصرفي معه؟ لا بدي اتعرف هلا اكيد بنلتقي بكثير ركاب مرات هيك بيزعجوا ممكن انا اكون مزعجه ما بعرف يعني هذا موضوعنا اكيد رح يكون بعد الفاصل مع اللايف كوتش زينة خصوب كونوا كتار بعد هالفاصل ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار مباشرة من النمسا ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار بريق يخطف الأبصار ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي النمساوي الأصلي موجودة فقط لدى سيدار الرياض جدة الدمام الخبر المدينة المنورة أبوظبي دبي الشارقة العين الدوحة البحرين مسقط ألبوم الفنان أصيل أبو بكر حلو صوتك حلو صوتك أحب من تكلمني يتضمن الألبوم 14 أغنية جيت بس تنقصر حبك وتربى عرش قلبك أصيل أبو بكر يا بعد حالي مو زين حلو صوتك للفنان أصيل أبو بكر حاليا في الأسواق إنتاج وتوزيع روتانا ألف
ألف ألف مبروك، كسبت معنا بي ام دبليو جديدة. الله يخليك، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول لك الله يجزاك خير، فعل الخير معروف في شعب المملكة العربية السعودية، وعسى إن شاء الله الله يوفقك ويكتم من المسجد على إيدك وتأخذ الأجر. يمكن أنت تكون الرابح. شاهد سحوبات حياتك أحلى كل خميس بعد برنامج كورة على روتانا خليجية. اربح حتى $10,000 يوميا. للاشتراك أرسل كلمة انضم أو جوين أو غجوة لرقم بلدك، كما بإمكانك المشاركة عبر الاتصال على الأرقام التالية. Hello everyone. ومين النجم أو النجمة اللي حصل أو حصلت على لقب الورست أوف ذا ورست؟ موسيقى سينما جوسب وجولة خلف الكواليس على موقع تصوير أحداث للميوزك فيديوز. من شاشة روتانا ومن برنامج بوب أب، تعرفوا ما هو جديد الجورة. تابعوا كل الأخبار وجديدة على برنامج بوب أب نادر الأتاب. Hi, this is Paul Bettany and you're watching Pop Up. كل هالأخبار وأكثر، كونوا على الموعد. بوب أب الليلة الساعة 7 المساء على الـ LBC. عشر صبايا تأهلنا للمرحلة النهائية. رودي سماحة من مصر، سالي جفال من الجزائر، هبة رحال من مصر والجزائر، ماريا زبيك من لبنان، ريما ناصر من فلسطين، شيرين سيف النصر من مصر، فرجانية بن حمزة من تونس، كاميليا مجاهد من المغرب، هبة وحيد من مصر، أماني الصيد من تونس. ترى من ستفوز بلقب دستار نجمة العرب. دستار نجمة العرب الخميس الساعة 7 مساء على الـ LBC. لأن صحتك بالدنيا خصصنا لك برنامج فيك تسأل تستوضح ويصير عندك معلومات. ما عليك إلا تتابعنا كل يوم وتتصل، لأنه مجموعة من الاختصاصيين موجودين معنا كرمالك. وبس كرمالك، لأنه صحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا يوميا الساعة 5:30 المساء على الـ LBC. معكم مشاهدينا، وهل سبق وواجهتوا اشخاص مزعجين بالسفر وكيف تتصرفوا معهم؟ رح نترك هالموضوع لضيفتنا اللايف كوتش زينة خصوب. اهلا وسهلا فيك زينة. اهلا فيك، شو اخبارك؟ ماشي الحال. زمان زمان زمان. وينك مختفية يا زينة؟ سفر سفر سفر. يعطيك الف عافية والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وبتنضم لنا كمان اختصاصية التغذية الزينة وهبي الحاج علي. اهلا وسهلا زينة. اهلا، سعيدين انه رجعت. صار عندنا ثلاثة زينة اليوم، ثلاثة زينة مع زينة صليبة، يعني لازم تكونوا بالبيك تبعكم اليوم. عن جد زينة، كم مرة واجهت هيك ركاب انت ومسافرة؟ كثير. ايه كثير. ايه لانه انا كثير بسافر، وهو السفرات الطويلة يلي على امريكا او على كندا بقى، الا ما يسائب معك شيء بهالسفرة بقى. بس انا بالي كثير طويل، يعني أوكي. كشخص بالي كثير طويل، ولا ماني لايف اند ويلنس كوتش بقى، باخذ الامور كثير بالضحك، يعني بتسلى بالموضوع اكثر من ما انه بعصب عليه. بس بلاقي اشخاص ثانيين اكيد بالسفر
بيعصبوا كثير وممكن لدرجه العنف يعني. كمان زينة شو بتعملي انت بس يكون في اشخاص هيك مزعجين؟ انا اكثر شيء كنت عاني انه من ولد وراي عم بيلبط ومش هيك، كنت ابرم واقول بليز وقف ست احكي مع امه. بس لما انا صار عندي ولد ست تفهم كثير مع الناس وعن جد بتقبل يعني كل شيء الا اذا اوفر يعني بحكي مع الستيوردس. اوكي طيب بنشوف الريبورت برجع بنكمل بتفاصيل موضوعنا الشيق لانه كلنا عندنا تجارب شيقه. خلينا نشوف هالريبورت اللي اعدته زميلتنا كارولين ساركيس ومنتابع. كم مره حدث معكم ان استقليتم سياره اجره او باص وصادفتم راكبا مزعجا؟ والمصيبة الأكبر أن تتعرضوا لهذا الموقف في الطائرة. كل منا ردة فعله تكون مختلفة عن غيره، وذلك يعود لطاقة كل إنسان في التحمل. الطيارة أكيد بحزتها من فوق، يعني في ناس حيكونوا فوق بالأمن مثلا بشتك على الأمن، إذا بالسيارة بنزل غصبا عنه ساعتها. بفتح الباب وطلع برا. وإذا بالسيارة؟ بشوفها تحت. يعني بدي احكي معه واجيت له بحكي بالكلام كذا، يعني ما عندي غير طريقه كبه فتح الباب وعمل له. اذا كان كثير مزعج وبده يضايق بحاول انه اطلب انه غير مطرح، اذا طياره اذا بالسياره يعني شو بدي انزل صير يعني اكثر شيء. اذا كان مزعج لدرجه انه ضايقني ما بنزله يعني اكيد. بطلب منه ما يقعد يزعج، اذا ضل يزعج بطلب منه ينزل، اذا ما نزل بتحمله شو بعمل؟ بحاول انه بدي احافظ على سكوتي لفتره ولوقت معين حتى يوصل الوقت المكان اللي بده ينزل فيه. بمسك العصايه ببلش في قتل او بيقتلني او بقتله واحده من الثنتين. او بقول له احترف حالك يا اخي في عالم، او بقول له قوم انزل من السياره، او انا بوقف السياره وبنزل مني. المواقف يمكن أن تصادفنا كثيرا، ويجب أن نتعلم كيفية التصرف بهذه الحالة وكيف نحافظ على لياقتنا وأعصابنا في الوقت نفسه الوصول إلى حل يرضي الطرفين نحن وهذا الراكب. عن جد يعني مش بس بالسيارة، حتى بالتاكسي بالتاكسي على الطريق، يعني بالسيارة بالترام بكل شيء. يعني شفنا أبرز الإزعاجات، بس شو هي أبرزها بالحقيقة أو بالواقع الإنسان بيتعرض لها؟ بالواقع يلي ذكرته زينة هلا من أكثر الأشياء يلي بتشوفيها ويلي ذاكرينها بكل الأبحاث عن الطيران اللي كنت عم بطلع عليها هي الأولاد، يعني الاولاد وازعاج الاولاد. قد ايه الاشخاص ما بيقدروا يتحملوا، وعندك كمان الاشخاص يلي مثل ما شفتوا بالطياره يلي بيلقى على بياخذ الاسباس تبعه وتبع غيره، يعني ما بياخذ بس السبيس يلي هو لقله. هلا في درجة الإزعاج القوية اللي شفناها بالريبورت كمان إنه واحد بيضربه للتاني، يعني أو عم يحكي مع التاني، وهول بنسميهم تشاتي باسنجرز يلي بصيروا بيحكوا 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 بيردوا على حالهم، بيرجعوا بيحكوا بيرجعوا بيردوا على حالهم، هول كمان من أزعج الباسنجرز يلي ممكن نتعرض لهم. هلا طريقة التعاطي هي، لأنه مثل ما قالوا المعلقين على الموضوع انه ثلاث ارباعهم بده يزتون لبرا، يعني ما في توليرنس ابدا، يعني ما في ولا نوع من التوليرنس على هل الباسنجرز، وهذا شيء غلط اكيد، يعني انه واحد مضطر انه يتحمل الاخر. هلا الاولاد يعني ممكن نتعاطف شوي، بننزعج انه بالاخص اذا كان ولد مريض او ولد صغير يعني اقل من عمره من سنتين بصير يبكي ويصرخ، تنحرج انه حرام ترجع بتفكري بعاطفه، بس اللي بيحكوا كثير هو شو بنعمل؟ اللي بيحكوا يلي بيلقطوا احاديث بتصير انت بيوم وانت ما لك جلد ما لك جلد، بالاخص بالطيران يعني بحس انه مرات في اشخاص بتحب تقعد هيك تفكر تنام ترتاح، بتحس انه محل كثير كوزي. فاللي بيحكوا كثير شو بدنا نعمل فيهم؟ هول اذا عم نحكي عن اولاد احيان بكثير من القدر،
لانه الولد بتتعاطي مع اهله، يعني اول مره بتعطي الريمارك لاهله، ثاني مره بتعطي الريمارك لاهله، ثالث مره بتعطي الريمارك للستيوارد، يعني انه الا ما يمشي الحال. هلا الادل الشاتي باسنجرز، انا دائما بقول انه هول الاشخاص يلي فينا نعمل لهم بطريقه كثير ناعمه، بنقول لهم سوري بس انا عندي شيء بدي اسمعه ولا شيء بدي، او بضلهم بينقزوا اوقات هيك بصيروا بيعملوا هذا الشيء، يعني او انت ونايمه اجى الاكل بدك تاكلي يعني ممكن يكونوا لحد الازعاج. بس اهم شيء انا ضد منطق الرود، يعني واحد يكون قليل الادب مع غيره، لانه من منطلق الانسان كيف يتعاطى مع الثاني بالحياه، الغضب وقله الادب بتودي لغضب اكثر وقله ادب اكثر. يعني اول شغله بتنعمل دائما بنعملها هي السمايل على الوجه، يعني انه واحد بيقول له للثاني انه سوري بس انه انا بدي هي الضحكه، عرفتي؟ الضحكه بتنقل جود فايب للشخص الاخر، وبس تنقل هالجود فايب ممكن ما يضربك او يعني اهم شيء ما يكون في قله ادب، لانه قله الادب وواحد يكون غضبان على الثاني يعني عم بيصعد المشكل، وهيدا في عده حوادث كنت عم بقرا عنها ممكن تودي لشخص يفوت على الحبس، لانه ممكن تضرب الشخص الاخر او يصير في يعني مشكل كثير كبير. طيب زينة، في اشخاص كمان مرات بيزعجوكي لانه بيكونوا هن ستريسي خايفين من الطيران، هون كيف لازم تتعاملي معهم؟ توتر. وشغله ثانيه مثل ما قلتي، بيكونوا او عم ياخذوا منوم او بياخذوا كمان كحول ليروقوا حالهم. هيدا شخص يعني بيفقد السيطرة على كل الحواس تبعوله، على كل الايموشنز تبعوله. نرجع بذات المنطق، هون بيجي على شخصيتك انت، يعني كل شخص قديه واحد هو بده يتحمل. يعني انا ممكن اقعد احكي معه للشخص، يعني اني روقه لحد ما بعدين انه سوري خلص، انه دائما اهين طريقة هي تشغلي حالك بشيء. بس مش دائما الشخص له جلاده يروق الشخص لحده، هون المشكله انه بصير لا شعوريا بده يتخلق. انا برايي دغري حطي هالهيدفونز او عيونك، انا دغري بعمل هيك بنام، عندي انه بالسياره دغري بحب نام، او بحط الهيدفونز دغري بحضر موفي حتى لي ما افتح مجال اللي حد ياخذ واعطي. بكون هلا بصراحه انا اول مره اخر سفره، اول مره بحس انه في حدا بيعرفنا، بالاخص بيعرفوا بلال ونانسي وساشا اكثر مني لانه انا جديده، والسلامات فبتنحرجي اكثر، بدك تكوني مضطره لطيفه اكثر لو شو ما صار، بتصيري كمان انه بمحل يعني سلمي لي على نانسي ونحب بلال كثير وهيك، فبتصيري مضطره تكوني لطيفه. بس اذا كنت قاعده وحدا نام وبلش يشخر هون هلا في له تكنيك هيدا الشخير، لانه اللي بتعمليه دغري بتزيحي له البوزيشن تبعه، يعني بس تزيحي البوزيشن تبعه للشخص بيوقف الشخره تبعوله عاده. هلا اذا بيلقي عليكي او بينام بحضنك او ساعتها بدك تاخذي اكشن يعني وتقولي له انه بده يوقف، لانه كل واحد عنده محله بال او بتقولي للقطاس. هلا اذا ما فهم بدك ترجعي، يعني هن دائما بنرجع للهوستس لانه هن بيعرفوا كيف يتعاطوا بهذا الموضوع، لانه هن بيكون عندهم كثير ترابل باسنجرز، يعني بيتعودوا لا يتعاطوا مع هيك انواع من الركاب يلي ممكن يكونوا مزعجين. هلا الحالات اللي عم نذكرها كثير خفيفه وبطيئه، يعني مش شيء مشكل كبير، بس في ناس بتصير كثير اجريسيف بالطيران، خاصه اذا انا مره كدت على السياره صار في حاله اغماء اوكي قدامي، وكان في طبيب بده يقوم يساعد المره يلي غبيت عن الوعي، يعني هي مره حبله وغبيت على الوعي بنص الطيارة، بقى طبوا كل الباسنجرز، وفي وحدة من الباسنجرز كانت نيرس، ما خلت الطبيب يقطع، يعني صار في نوع من قلة أدب تيساعد هالباسنجر يلي يعني هي حالات خطرة بتصير، يعني هو بطل. طب هون مش يمكن الهوستسز لازم يتدخلوا؟ بلا، بس في ممكن عندك باسنجرز كثير عندهم قلة أدب، عندهم هن بيكون في شيء مثل ما قلتي زعجهم او هن ستريسي، بيروحوا بده يفشوا خلقهم بحدا ثاني او بدهم يعملوا عمل او بده يتعاطوا مع شخص.
بس هون بدت عادة إذا الهوستس ما بتقدر يجولي بيجي الكابتن تبع الطيارة إيفنتشلي فيحدي. في حالة من الحالات يلي قريتها صار في حالة مرة سكرت لدرجة ضربت الهوستس يعني بالهيدا، بقى اضطر البايلوت ينزل الطيارة. ايه بقى في حالات كان عندنا مشكلة كمان قبل بمرة في سيدة دخنت بالطيارة وصار في عليها مشكلة هيدي، ونحن وقت عملنا حلقة كمان أو عملنا فقرة حكينا عن هالموضوع ببرنامج ببيروت، وكانوا عم بيقولوا لها انه لازم تطفي السيجارة، ما كنت تقبل تطفي السيجارة. بس هون قلة احترام صارت، قلة احترام وقلة يعني اهتمام بالاشخاص، يعني قلة مسؤولية. في كم راكب بهالطيارة عم تعرضهم كلهم للخطر كرمال دخان، وهيدي الطريقة يمكن إذا كانوا مش لطيفين معها ما في مشكلة بعتقد هون. لا أكيد بده يكون، لأنه هي تعدت كثير الحدود. أكيد بده يكون في حزم من هيك الكرو تبع الطيارة، إذا عم نحكي عن الطائرة حتى بالترينز برا بدول أوروبا وأمريكا، بيكون في حدا من الكرو مرن يتعاطى مع هيك حالات، وبيكون في سكيورتي دائما على على الطياره، يعني في شخص بيقدر يواجه بطريقه لانه في امن على الطياره. بقى كثير مهم اذا نحن كاشخاص ما قدرنا نشتغل معهم او نهديهم، دغري نحكي مع الكرو ممبر، لانه ممكن يصير في كثير تقال الدم بالموضوع وقله احترام وخطر على الركاب وعلى الكل اللي موجود. طب واذا حدا من الكرو كان ثقيل ومش مهضوم؟ عن جد ما لا بتلاقي ما حدا يحكي على الكرو، لانه انا امي كانت مضيفه طيران لمده 24 سنه، بوجه تحيه لكل المضيفات عن جد طيران، لانه يعطيهم الف عافيه بالفعل. دائما هن بيقولوا لك انه زبون على حق لو شو ما كان بيتحملوا كثير، ومرات بيتحملوا يمكن بهدلات واهانات مش انه هيك. هلا دائما بنشوف في لطافه في لطافه دائما، بس مرات يمكن طيب رح غير السؤال بطريقه انه يكون يمكن عليها ضغط ورحله طويله وتعرضت يمكن وتعبانه، ويعني بالنهايه هي انسان وكانت عندها طلع خلق او طلعت رده فعل كمان مش حلوه. هون عاده الراكب بحس حاله انه دائما على حق، فما بيتقبل انه لازم هي تكون الشخص الكرو اللي عم بيريحوا الركاب. ايه بس فهون كيف بدنا نتصرف مع الاوتاس مش لطيفة؟ مش قصدي عن والدتك، قصدي عن في بيرسر، يعني في مسؤول على الهوستس عن كل كرو الطيارة. اصلا فيك تقدمي كومبلينت لانه هيدا الشيء بيحصل بكذا مره، وممكن بيبعثوا لك ريمبرسمنت او بيبعثوا لك كادو او بيبعثوا لك والله حلو اذا كادو بصير دائما. حتى في اوقات بالشركات الطيران اللي كثير مرتبه بيبعثوا لك مش بس كادو، اذا مثلا كان مخرب السي في قدامك ممكن يعطوك مايل تقدر تسافر فيهم، او يعني في كثير من هالمبادرات يعني. بس واحد اهم شيء نيفين انه يطلب حقه. قد ايه في اشخاص بصير معها مشاكل وما بتقول عنها، يعني ما بتحكي ما بتذكر الموضوع، ما بتواجه يعني بتمرق المشكله هيك الموضوع ببساطه. بقى واحد اذا صار في شيء هالقد كبير بالموضوع انه واحد ينبه الكرو، ينبه البيرسر، يعمل كومبلينت، مش يسكت، لانه اوقات كثير انه بتروح عليه كل الفلايت او كل الرحله او حدا، يعني ممكن يكون في ابيوز بالرحله يعني. صحيح. نصيحه منك زينه هيك اخيره شو بتقولي؟ انا بقول دائما واحد لازم يكون مرتاح قبل ما يسافر، ما يسافر مزعوج، لانه دائما بتعرفي حالك بتكركي بحالك قبل ما تسافري. بقى تهتمي بحالك قبل ما تسافري لتكوني مسافره مرتاحه، والضحكه ديلي يعني ناخذ الامور بقد ما هي بساطه، لانه اكيد 90% من الاشخاص مش موجودين ليزعجوكي، بيصير معهم اشياء يعني ممكن هن يكونوا مزعوجين بس مش هن راح يكونوا في اشخاص نكديه. ايه بس انه مش يعني. اذا بنضحك على الموضوع او بنضحك لهم، دائما الضحكه بترطب الجو او بتخفف الغضب عند الاشخاص، مش بس بالسفر، وين ما كان. الضحكه عن جد هيك بتروق القلب وبتبسط الامور. بتاخذي بريك؟
تفضلي. زينة خصوب، اهلا وسهلا فيك، كثير انبسطنا بوجودك معنا. بتخبرينا عن تجاربك لانك بتسافري عده مرات بالحلقات اللي جايه، بتخبرينا اذا صار معك شيء. كثير بتصير معي. شكرا لحضورك معنا، ان شاء الله بنرجع بنشوفك عن قريب. زينة اكيد انت باقيه معنا، رح تطلع علينا لاحقا بفقره خاصه فيك. فاصل قصير ومنتابع. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. دايما الجواز بيعتبروه حاجه مش رومانسيه، انا بعتبره قمه الرومانسيه. استمتع بكل لحظه بقعدتنا بالشاي بالعشاء. وهذا الوقت بحسه انه هو مهم لإلي ومهم لإلهم انه نكون سوا. نحن نستمتع فيه مع أصحابنا وخلصنا. الأحد الساعة 7 المساء على LBC. روتانا تقدم ألبوم منوعات خليجية جديد بعنوان جولف ميكس. الفنان عبد الله الرويشي. الفنانة نوال الكويتية. بكسر الدنيا معك اللي ذبح قلبي غلاك يا اغلى شيء. والفنان ماجد المهندس. يتضمن الالبوم 10 اغاني خليجية متنوعة. البوم جولف ميكس حاليا في الاسواق. مدي الخطاوي وقرب البعيد. الوضع بقى محرج جدا. الشغل دخل في مرحلة الخطر. ده فخ كبير يا دكتور، فخ كبير وكلنا وقعنا فيه. البلد كلها بتتفرج ومستنيين يشوفوا الفضايح اللي جايه. اشربي يا نوسه، اشربي المر والحسره وخيبه الامل. وانتوا لسه حاسين بحجم الكارثه دلوقتي يا حسن؟ طب لما ساعتك كلك نظر كده ليه بتصدر وشك للمستحيل وترمي نفسك تحت العطش؟ لو طولت في الحلم هصحى من نقطه جرح ملوش علاج. تفاحة آدم يوميا الساعة 9 المساء على LBC. هالمطبخ هون رح يجمع لبنان كله. جاية من دار ميميس. من عرمون علي. من بيروت. جبال. بدي أعمل طبخة بتصور إنها جديدة. حبيبي أنت أنت الوحيد. خضرة مشكلة، بازيلا، جزر. عم تشتغل بتقولي لهم شوفوا. والله شغلة حلوة. من المفروض إنه الإنسان يتعلم. احضرونا وشوفوا شو عنا شي جديد. عنار لطيفة يوميا الساعة 12:30 الظهر على LBC. واحد مرتبة واحدة و40 أغنية وأنتوا وحدكم بتقرروا. آخر الإصدارات وأهم الأصوات بالعالم العربي. توب 5
40 السباق الرسمي للاغنيه العربيه. شاركونا على الانستغرام وفيسبوك top.40 and don't forget to post your comments. وما تنسوا تصوتوا وتدعموا فنانكم المفضل ليوصل للمرتبه الاولى. سباق مستمر والكل ناطر top 40. توب 40 3 الساعة 7 المساء على الـ LBC. مع الموضة وأكيد رح نحكي عن الحقائب المميزة من توقيع دايزي وشانتال الجردي. أهلا وسهلا فيكم. وأكيد دايما زينة صليبة معنا تتعطينا متحدثة المواهب كل شيء فنانة تشكيلية زينة صليبة. أهلا وسهلا فيكم. بنبلش مع شانتال أو دايزي، مين بده يحكينا؟ مع شانتال، يلا خبرينا عن البراند الخاصة فيكم. نحن البراند الخاصة فينا نختصرها بكم كلمة، هي أول شيء المجموعة تبعنا بتنحمل بالليل وبالنهار وعملية للسيدة، يعني براكتيكال. أوكي. وأشكالها شوي مختلفة عن اللي بنشوفها بالسوق عادة. أوكي. وأنتوا بلشتوا البداية يمكن درستوا الهندسة واشتغلتوا مع الأهل، مزبوط. كيف تحتالي قررتوا اثنيناتكم تفوتوا بهالمجال هيدا؟ بما انه نحن اثنيناتنا عندنا ذات الباك جراوند بالاركيتكتشر، اوكي، دائما كان عندنا حشريه انه نجمع بين حبنا للاركيتكتشر وحبنا للفاشن، فلقينا انه الهاند باج هي الطريقه الانسب يلي عندها كثير كومن بوينتس مع الاركيتكتشر وفينا من خلالها نقدم افكارنا يلي عندنا اياها. اوكي، كثير حلو. اليوم دايزي انت لابسه بلاك اند وايت وهو موضوع زينه، هو من تصميم زينه كمان، بنقول لي هالقد حلو. اوكي، عم نشوف بعض الصور من تصميمكم، خبرونا المواد اللي بتستعملوها، اي الوان واي تراند عم تتبعوا. نحن الالوان يلي عم نستعملها هي متناسقه مع بعض، يعني استعملنا تقريبا باليت كولور كل الموديلات يلي عم نعملها يكون متناسقه. عم نستعمل الجلد الاصلي. اوكي. وكل الاكسسوار جولد او سيلفر بليتد. يعني بس يكون جولد او سيلفر بليتد بيكون اغلى مفروض، صح؟ مظبوط. حتى الجلد الاصلي. إيه. كمان وحتى الجلد الاصلي عندك يلي ما بيكون برنتد بيكون ارخص، يلي بيكون برنتد بيصير اغلى، حسب كل نوع جلد كمان عنده سعره، حسب قديش حجم ال مظبوط والفار وقد ايه اخذ وقت الشغل عليه، لانه نحن كل شيء هاند ميد مشان هيك. اوكي، هيدا اي مجموعه؟ هيدي مجموعة، أول مجموعة سبرينغ سمر 2015. أوكي، كم تقريبا قطعة ضمنت هالمجموعة؟ عملنا 5 موديلات، كل موديل عملنا منه 6 ألوان لهلا، وهلا عم بلش نحضر تبع كولكشن الفول. بس انتم كيف هيك فجأة خلقت معكم؟ مجال الهندسة وسهل كمان. هو شانتال أو دايزي بلشت صراحة؟ صراحة نحن دائما بنحس انه بدنا نعمل شيء غير انه نكون أبار عن العائلة. ولقينا انه الهاند باجز يعني بين ليلى وضحاها صارت، قلت لها ليه ما بنعمل هاند باجز؟ قالت لي يعني أوكي. انت ومشي. مين اكبر فيكم؟ مين بتقوله؟ انا بقول انت. لا انت. شانتال اكبر. طيب دايزي مين بيحط هلا الفكره؟ نيناتنا ما في. نحن اوكي برين ستورمينغ، يعني كل وحده بتشتغل لوحدها، بنرجع نقعد سوا بنجمع الافكار، يا بنطور الديزاين اللي عملناه يا اذا مثل ما هو ظابط. بس ما خفتوا هيك تفوتوا بهالمجال لانه صار في كثير كمان مصممين حقائب وبالاخص بلبنان، يعني في منافسه عاليه، ما حسيتوا انه معقول تخاطروا بهالمجال تتثبتوا حالكم بالاخص؟ هلا هو كل شيء بدك تفوتي فيه بالحياه بدك تخاطري، والا ما بتعمل، ما بتوصلي لمحل يعني. ونحن خاصه انه كان عندنا كونسبت ورا فكرتنا، يعني مش بس فايتين عم نصمم شيء، نحن فكرتنا هي فورم وفانكشن، هيدا الشيء بنستعمله بالاركيتكتشر وطبقناه على الباجز. يعني كل باج هلا طبعا نفسر لكم عنه عنده فانكشن غير انه شكله غريب شوي او فيه هيك تاتش حلوه. طيب وكيف حسيتوا الصبايا السيدات مين عم بحب اكثر ولا كل الاعمار؟ هلا نحن اللي صار معنا انه كل موديل عم يعجب حدا معين، لانه نحن كل هاند باج عملنا لها مثل كونسبت وراها مثل قصه، وكل هاند باج عنده اسم، يعني كانوا عندها شخصيه، وكل هاند باج عم تعجب سيده. اوكي، وكل البازل يعني عم تحولي كل الازواج، تلبوا كل الازواج. دينا وقت بدك تختاري الساك انت على شو بتفتشي؟
لكن يمكن اول شيء انا بقول انه الساك كثير بهمه فيه الكواليتي، يعني كلنا بنعرف يمكن اوقات بالتيبي اللي بدنا نلبسهم بنقدر اوقات نروح لاشياء كاجوال فينا نلبسهم من محلات كثير عاديه ما ندفع حقهم غالي، وهيدا ذكاء بالتيب. طالما بالباجز لا، انا بلاقي الباج والشوز هن شغلتين كثير اساسيتين باللبس ومجبورين يكونوا اذا بدك عندهم كواليتي معينه. صح، يعني يكون مريح يمكن اهم شيء على الكتف، لانه بنعرف يعني مرات بيكون الجزدان ثقيل بسبب مشاكل. مزبوط، وهذا كمان بيرجع على الاكسسوارز المستعملينها بالباجز، يعني الباج قوام بتقدري تعرفي اذا خفيف من التشين تبعه، من الجول تبعه، الالوان خاصه اذا بفوت فيهم كل شيء اذا بدك ميتاليك، يعني كل شيء ميتال، قوام ببين الباج اذا ثقيل او خفيف. وانا بالنسبه لي السيده يمكن تسترخص باشياء، ومنعلم دائما اوقات كيف نكون ذكية بانه ننقي الشرعية بس بالباجز ما كثير فينا نلعب بهالموضوع. صحيح، يعني دائما بدنا نعطي اهميه هون مثل ما قلت للكواليتي، وهون بدنا نشوف كيف تاخذوا بعين الاعتبار يعني شغل السيده قد ايه فيها تستعمله وعلى شو بتركزوا اكثر شيء غير الجلد. هلا نحن مثل ما سبق وقلت عن الفورم والفانكشن، اخذنا بعين الاعتبار بساك مثلا عملنا محل خصوصي لعوينات الشمس، يعني عملنا بوكيت من برا لعوينات الشمس، هيك السيده مش ضروري بقى تحمل ساك كبير تتحط الاتوي، من برا دغري صارت الاتوي منه وفيه، او حتى بالليل مثلا ظهرها بصير للسليولار. كمان ساك ثاني عملنا دو بارتي، مثلا بارتي للحمرة للسليولار دغري بتحط السليولار، والبارتي الثانيه لحياتك. حلو، يعني عم تاخذوا بعين الاعتبار تقريبا كيف حياه السيده، ان كانت صبيه بالجامعه مثلا شو بدها تستعمل. هلا صرنا اكثر شيء بنستعمل بالساك الحمرة والتليفون. طب عم تروحوا لسكات البحر مثلا عم بتفكروا تعملوا؟ هلا هالكولكشن ما بلشنا سكات بحر، بلشنا اكثر بنهار او بالليل، يعني بحياتها اليومية تستعملون، مش تكون مش على البحر بعد. وبعد قد ايه معقول تعملوا المجموعة الثانية؟ هلا المفروض من هلا لشي شهرين نبلش فيها تنزلها أول الصيف. صح، عم بتابعوا شي يمكن المصممين الجديد مثلكم شو بينزلوا لتجربوا هيك تبعدوا عنهم؟ ايه اكيد بتتابعوا. ايه كثير. وبيعجبكم شغلهم؟ ايه في كم شخص عنده قصص، يعني كل واحد عنده خط ماشي عليه، بتحس انه they are faithful لهن شو عم بيعملوا. نحن هيك يعني عم ناخذ كل شيء من كل واحد وعم نجرب نطبقه علينا نحن كيف. طيب يلا يلا انا بدي قوم. انا امبارح انا اليوم اللي شايف شرطين من الاول. على فكره انا شرطتها، قلت لها انا امبارح قمت اليوم انت بدك تقومي، بس على السكات لازم نقوم سوا. وزينه اكيد كمان روحي لهونيك انت. ليه؟ كلنا ما تكون حد بعض. طيب انا حد شان تعالوا انت حد. اوكي نحن جبنا ثلاث الوان من كل ساك لما نعجق عليكم، نحن عملنا ست الوان. رح بلش انا بهيدا، هيدا اسمه الفراغ، اسمه الفراغ لانه شكله يعني كمان بتسميه ايه كل واحد مسميه له شيء وعنده قصته. هيدا الفراغ مقسوم مثل ما قلنا لقسمين، هلا من جوا حاطين ورقه كمان منها، مقسوم قسم لل مثل ما قلنا قلم الحمرة السليولات. حلو، قسم لكل شيء غير. بتعرفي هيدا الشغله كثير مهمه، لانه انا ياما مرات يا بضيع سليولاري. مزبوط، فكر حالي نسيت شو عملت معروف كل المرات على قولي شو مش كم مره وشلت سياره مثلا دائما بضل مضيعينه. اوكي هون بنسال شانتال. حلو كثير هيدا. ايه هيدا اسمه الشطبه، لانه مثل ما شايفين في هيدا الشطبه يلي مغيره الموديل الكلاسيك، زيدت له شيء سبيسيال مع هيدا اللون. هيدي فيها تنلبس شولدر باج او فيها يتكبر الشان وتصير كروس باج، فيها كمان تتقصر الشان او تنشل بالمره وينحمل ككلوتش عادي. حلو، حلو يعني بتقدر تستفيد منه من كل الالوان. هلا من كل موديل في ثلاث الوان. ايه هون اوكي ما جبنا هن في ست الوان. هلا حطينا كل شيء على الويب سايت، صار فيهم موجود فيهم يشوفون. اوكي هيدا الموديل اسمه الثلاثي، الثلاثي لانه لسببين، اول سبب انه بينحمل بثلاث طرق، فيك تحمليه كلتش عادي، في حد تحمليه بهيدا الهاند. هلا كثير دارج هيك يعني. ايه؟ وفي عنده الشان كثير حلوه عن جد. هيدي الشان هي تبعه كثير حلوه، هيدي الشان كمان لانه فيها ثلاثه كمان الثلاثي. سيلفر وجولد. سيلفر وجولد. تحسي نانسي اللي عم اقول لك انه الكواليتي تبع الباكس بتحسي انه مرتبه، يعني وانا دائما بقول للديزاينرز انه اذا كانوا بدهم يشتغلوا شيء لو نحن بلبنان وهيك، ولو بده يكون الجزدان اغلى
السيدة العربية بتحب تحمل جزدان ثقيل، بتحب تحمل جزدان مرتب. بتعرفي مش سهل انه دائما كل قطعة تسموها. هيدي كمان هيدي شغلة كمان بدك دائما تشتغلي على افكار جديدة وفيها كريتيفيتي كثير. يعني هون زينة كمان هيدا الشان قد ايه حلو، قد ايه بيعطي ثقل للساكت يعني هيدي الفكرة، وحتى بتحسي هيك حلو على جينز لانه كاتي صراحة احلى من الوحدة صح؟ ايه احلى. وبعدين ما بعرف اذا هي ازواق في كمان هيدا جديد عم نشوفه مش كثير موجود جديد وكومبينيشن يعني. بين الجولد والذهبي كمان يلي بيقدر الشخص هون كنت بكتبلي شانتال انه تنزل ايه هيدي كمان فيها تنزل اذا ما بدها تخليها هيك تنزعج فيها وبتحمله كمان هيك فيها كمان والكالرز كمان كثير حلوين وهولي هيدا هيدا الحافظه مثل ما قلت لك قبل انه لعوينات الشمس ايه؟ دغري من هون بتحطي عوينات الشمس حلو مريح حافظه ايه؟ حافظه على اغراضك نعم حافظه هيك ما خرج شيء وهيدا كمان شولدر باك فيك تحمليه وفيك تشيليه لتشيل اوكي هيدا شو القماش هون اللي مستعملينه؟ شو الجلد شو هيدا؟ هو كله جلد برنت كروكو هيدا اوكي هيدا اللي قلته اغلى من الجلد اجمالا كل شيء برنتد بيكون اغلى من البلين مظبوط اوكي فينا نحكي عن الاسعار بس كمان هيك يعني منه ثقيل مش مزعج بتحمليه لاحظت الوان مثلا هيدا النيود يعني الوان حتى الالوان اللي مستعملينهم الوان غريبه حلوين كثير لا فينا نحكي عن الاسعار اذا هي الاسعار يعني مريحه للصبايا او انه في شيء هلا الاسعار في بتتراوح من 330 لل 480 وفي هيدا اغلى واحد هيدا لانه اكثر واحد اخذ شغل صراحه واكثر شيء فيه كميه جولد بليتد وكله هيدا ليزر كات اوكي والجلد تبعه معمول عاملينه بطريقه هيدا اسمه الصبحه لانه فيه المسبحه أوكي. فيها تنشال كليا فيها تتغير وتتغير حتى الجهه حسب شو لابسه السيده اوكي يعني فيها تحطها هون اكزاكتلي شيء احجام منه اصغر هيدا بعد بس هيدا مبدئيا من هلا لشهرين رح ننزل اصغر شوي طب بتفكروا تعملوا شيء ساك اساسي للبراند تبع يعني كل مجموعه يكون هيدا الساك موجود مبدئيا هيدا لانه هيدا انه اكثر واحد حسيناه انه كلاسيك وفيه فيه تويست غير فيه يتغير بطريقه اكزاكتلي وفيه ينعمل كثير ينلعب بالقماشه وبقياساته حتى كمان فيه يتكبر طيب زينه هلا قاعد بما انه موضوع البلاك اند وايت بما انه دايزي لابسه هيك اي ساك مفروض تلبس على مع هيدا كل شيء بيلبق ايه يعني انا صراحه سبق وقلت انه ما كثير بحب انا لبق الثياب مع بس انه بحس يمكن بروح اكثر مع شيء ايه يمكن تويست اليلو بحبه مع البلاك اند وايت يعني حلو بحسه يعني اليلو احسن من غير البينك ما في ما فينا نحمل ممكن بلا كثير كثير اسود اذا حدا بلا يعني بلا شو رايكم نرجع هيك على الطاوله ونكفي دردشتنا على اول ونحكي مع انه كلنا لابسين كعاب تعبتي نانسي طيب دايزي ما بتلبسوا هلا بقى جدادين من حدا ثاني انا عم اقول لك لا بس جدادينكم هلا مبدئيا هيك عم نعمل هيك عم نجرب نعمل بس اوقات عم نعوز يعني بنهار جدادين اكبر فهيدي كمان لفتتنا نظرنا للكولكشن الجديده انه نكبر يكون في ايه بدك جدادين هيك عملي اكثر وجزدين كبير بلشتوا تحطوا الفكره براسكم اكيد ايه بلشنا ننقي الكونسبت كل الديزاين رح يمشوا عليها يعني نحن بننقي خط تام. واحد ولا تام واحد الحلو انه كل اسامي الجزدين اسامي عربيه مش انجليزي ليه حبيتوا تكونوا بالعربي لان احنا بالنهايه لبنيس ديزاينرز وبدنا نرجع للكلتشر تبعنا يعني من اسم البراند ساكي يلي هي كمان لعب على الكلام اذا بدك ساك بالفرنساوي وباللبناني ساكي انا ساكي فحبينا هاللعبه بالكلام روح فيها على الاخر كمان بالساكت يعني بكل اسم ساك نسميه هيك لكن تقريبا بعد شهرين حتقوموا بالمجموعه الجديده وبعد ما قررتوا مقررين مثلا تلحقوا الالوان اللي دارجه عند البراند تمشوا فيها ولا انتم شو بتحبوا وشو هلا نحن عم نعمل خليط من الاثنين عم نشوف شو دارج وعم نشوف كمان شو بيلبق على الديزاينات اللي نحن عم نعملها هلا اذا لاحظتي كمان بالساكيت اللي بنعملها حتى مثلا بالفضه بنستعمله اكسسوار ذهبي ليلبق مع كل شيء يعني بنجرب قد ما فينا ما نحكم السيده بالوان معينه اوكي وشو بتحبوا تصمموا غير جزدين يعني وين ممكن ما بعرف تروحوا او تروحوا
هلا الجديدين فينا ننطلق منه لحياة لشيء ثاني، لانه وانت صممتي جزدين بتعرفي انه فيك تصممي كل شيء. بس انتم شو بتحسوا هيك عبالكم؟ هلا هي انا مين اللي كنت بحب جزدين وشانتال حبت جولري. صح، انا بحب اكثر الجولري ديزاين. سو بركي بركي نكست ستيب بتكون. بركي كمان بتدخلوهم كمان على قطعكم مثل ما هون هلا الذهب اوريدي موجود والسبحه كمان مثل ما قلتي انه موجوده، فمعقوله كثير نخلط بين الاثنين. صحيح. طب زينة انت شو اكثر شيء بتحسي الالوان بما انه دائما بتجيبي لنا اخر صيحات الموضه؟ تعابير. شو الالوان اللي دارجه للساكات هلا بالصيفيه رح نشوفها؟ ليكي هلا بدي اقول لك شغله، بالساك شوي غير الثياب، يعني ما فينا نحكي بموده الالوان الساكات مثل الثياب، بس فينا نقول انه بالساك هيدي السنه عم نشوف كثير كمان باجز برنتد، يعني هيدي اذا بدك شوي الموضه اللي لاحقه شوي الثياب، يعني عم نشوف جديدين براندز مطبعين بكذا لون، عم نشوف عم يستعملوا مثلا الريفير تبع الجزدين لون الجزدين الاساسي لون واحد لون ثاني، مثل ما عاملين كمان ديزي وشانتال بالكولكشنز تبعهم، يعني ما عم بيكون الجزدين لون واحد. البراندز العالميه هيك منزلين الكولكشنز تبعهم. هلا كاشكال الجزدين بيبقى دائما في جزدين كلاسيك، ما كثير بنروح على، يعني اذا بتلاحظي حتى البراندز العالميه بنزلوا تقريبا زيت شكل الجزدين، بس بيلعبوا شوي بالماسكه تبعه، بيلعبوا شوي بحجمه، بيلعبوا شوي اذا بدك بالطبعه تبعوله، بس عم يبقى الجزدين دائما بتعرفي انه هيدا الجزدين من هيدا البراند معينه، سو بيفرق كثير عن الثياب يعني. عن الثياب. طيب ديزي او شانتال ممكن مثلا تدخلوا قماش مع الجلد مش معين بكدا مثلا ولا لا؟ ما عم بفكروا ابدا. بلا كل شيء وارد، معقوله كثير بالكولكشن الجاي هلا لانه على الفول وينتر بيكون اكثر، بيكون كمان دارج الفرو، سو بدنا نشوف شو دارج وكيف بيتماشوا معنا تيبرز الديزاين. اوكي، القماش من وين عم تجيبوه؟ من لبنان؟ صح، كل شيء كل شيء صنع بلبنان. والاكسسوار بتفكروا اكسسوار شيء مثلا الوان بايات شو ما كان؟ هلا لهلا لا، يعني بعد يعني بركي معقول تتغير بعدين، بس لهلا لا بنحب الاكسسوار يضلون سامبل ما كثير يعني تروح مودتهم، لانه كل شيء بايات وهيك ملون معقول تروح مودته، نحن بدنا ساك يضل يعني كثير كلاسيك. بتفكروا بشو تلبق على الساك مثلا بعالم ضروري؟ ليش لا؟ كمان في مشروع هيك معقول؟ ايه حلوه الفكره، فينا نفكر فيها. طيب معقوله تشاركوا بشي معارض بما انه هلا يمكن في فقره تبع الديزاينرز كثير بيشاركوا فيه؟ في كمان تبع الزيتونه بيكل، هول عم نفكر نشترك فيهم وعم بلش نقدم عليهم. رح يكون في لكم قطع جديده بالمعرض ولا لا؟ هن ان شاء الله ان شاء الله يكون في عندنا قطعتين جديد. خير. حلو. هيك على طول رح تطلوا علينا اكيد. هلا بدي خليكم معنا، بدي اتابع انا وياكم ريبورتاج عن ايكن يلي اهدى رئيس افريقي هديه بقيمه 350 الف دولار. خلينا نشوف سوا التفاصيل بالريبورتاج التالي. لأيكن نفسه ماذا قد أهدي رئيسا إفريقيا يملك كل شيء، والإجابة جاءت وفقا لأيكن، أهديه شاحنة لا يخترقها الرصاص بسعر 350 ألف دولار أمريكي. الشركة التي صنعت الشاحنة كانت من سرب الخبر إلى الإعلام وتدعى The Auto Firm in South FL، معلنة أن أيكن طلب شاحنة المرسيدس هذه في العام 2014 وطلب أن توضع لمسات خاصة عليها بحيث تصبح مضادة للرصاص، مؤكدا أنها هدية لرئيس إفريقي دون أن يسميه. المصادر تؤكد بأن الهدية ستذهب إلى رئيس موطن إيكن أي الرئيس السنغالي ماكي سال
لكن ايكن بقي على صمته حتى بعد استلامه الشاحنة وايصالها الى صاحب الهدية. يذكر ان الشاحنة تتسع لثماني اشخاص وهي مجهزة بالكامل، اذ تحتوي على تلفزيون ونظام صوت محترف، ومع ذلك فان الشكل الخارجي للشاحنة عادي ومتواضع، ويعتقد ان الامر مقصود كي يتنقل الرئيس المزعوم براحته دون ان يشك احد بوجوده في الشاحنة، ودون القلق من اي رصاص محتمل قد يوجه اليه من قبل بعض الثوار او المعارضين لسياسته. بنرجع على استوديو بيروت، وبدي اتشكر كمان اكيد شانتال وديزي، كل التوفيق لكم. انبسطنا انه تعرفنا عليكم، قطعكم كثير حلوه، وطبعا كل يلي حب القطع بيقدروا يتابعوا كل شيء عنكم عبر الويب سايت. ثانك يو، ميرسي لكم. ميرسي. وكمان زينة ثانك يو، رح نرجع نشوفك بعد شوي. ثانك يو، شاركتينا بهالفقرة. على كل الوقت احنا، كل الوقت انت معنا، اليوم نحن سعيدين اكيد بهيدا. وهلا بدي ارجع كمان بدي اذكر بالاحرى انه الليله على شاشه روتانا سينما فيلم برايم الثاني لبرنامج ذا ستار نجمه العرب يلي بقدمه وبيعده زميلنا بلال العربي. في بعد 10 صبايا، اليوم صبيتين رح يغادروا، رح ننطر لنعرف مين. اكيد كنا بانتظار حلقه الليله وشو مولعينا ان شاء الله. اكيد هيك؟ اكيد. ولهون بدنا نودع جمهور روتانا خليجيه، اكيد ندعيكم تابعوا بقيه حلقتنا عبر شاشه ال بي سي. لحظات قليله مع الاعلان ونرجع نلاقيكم دغري من بعدها. عشر صبايا تأهلنا للمرحلة النهائية. حرودي سماحة من مصر، سالي جفال من الجزائر، هبة رحال من مصر والجزائر، ماريا زبيك من لبنان، ريما ناصر من فلسطين، شيرين سيف النصر من مصر، فرجانية بن حمزة من تونس، كاميليا مجاهد من المغرب، هبة وحيد من مصر، أمان الصيد من تونس. ترى من ستفوز بلقب ذا ستار نجمة العرب. ذا ستار نجمة العرب، الأربعاء الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية على سينما. مش حتقدر تغمض عينيك. عبالي انا هيك مسافر شي سفرة على روما مثلا. انا I'm very positive. اكيد حيمشي. Everything new الناس بتحبه. شو انت متعلمة من اول مرة؟ بدنا نعمل لك تمارين على الخدود كمان، عضلات الخدود. هاي هاي. طب ليكي ما بحن قلبك لأكسير؟ بلا شوي. انا كنت عارفة شو قلت لي كثير فيك. شو هيدا؟ شو هالعشاء؟ بدي اعمل سبيتش. The Sisters، اخوات خوات، الجمعة الساعة 7 المساء على ال LBC. بلقيس زي ما هي، زي ما انا في البوم جديد. علي علي صوت يا دي جي، نسيني تعب قلبي. بلقيس زي ما انا، إنتاج روتانا. Hello everyone. Higher, higher, higher.
النجم او النجمه اللي حصل او حصلت على لقب الورست اوف ذا وورلد. موسيقى سينما جوسب وجوله خلف الكواليس على موقع تصوير احداث الميوزك فيديوز. من شاشة روتانا ومن برنامج بابا، تعرفوا ما هو جديد الجرعة. تابعوا كل الأخبار وجديدة على برنامج بوب أب نادر الأتات. Hi, this is Paul Bettany and you're watching Pop Up. كل هالأخبار وأكثر، كونوا على الموعد. بوب أب الليلة الساعة 7 المساء على الـ LBC. كل أسبوع ملخص شامل عن آخر عروض الأزياء وأبرز أخبار الموضة ضمن رانوي. فاشن شوز، كواليس الرانويز ومقابلات مع المصممين بالإضافة لعدة ريبورتس خاصة من الفاشن ويك. المفيد رانوي بيخدكن على عالم الموضة. رانوي تنام الساعة 7 المساء على الـ LBC. هالمطبخ هون رح يجمع لبنان كله. جاية من دار مماس. من عرمون علي. من بيروت. جبال. بدي أعمل طبخة بتصور إنها جديدة. حبيبي انت انت الوحيد. خضرة مشكلة، بازيلا، جزر. عم تشتغل بتقولي لهم شوفي. والله شغلة حلوة. من المفروض انهم الانسان يتعلم. احضرونا وشوفوا شو عنا شي جديد. عنار لطيفة يوميا الساعة 12:30 الظهر على الـ LBC. لأنه صحتك بالدنيا خصصنا لك برنامج. فيك تسأل، تستوضح ويصير عندك معلومات. ما عليك إلا تتابعنا كل يوم وتتصل، لأنه مجموعة من الاختصاصيين موجودين معنا كرمالك. وبس كرمالك، لأنه صحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا يوميا الساعة 5:30 المساء على الـ LBC. ببيروت مع الشيف هادي ابراهيم. هلو شيف. هلو. انا اليوم ما طلت عليك. كوم ستاي؟ لانه نيفين دائما بتحب هي تطل وقتها تكون انت موجود. نيفين. بس انه ما معقول ما اجي اقول لك مرحبا. انا شخصيا ما بتخيل حالي عم صور بلا نيفين. عم بحكيك رسمي خصوصي من بعد ما عرفت انه ليلك يا نيفين. عرفت خبريه بالمخفي انه خطيبه اسمه هادي. يا عيني. بعد ما فرحنا. ما بعرف مين مخبرني، ما بعرف مين مخبرني من كم يوم قال لي خطيبه لنيفين اسمه هادي. قلت نيالي تحياتنا لهادي. اكيد هادي وصلنا بالتحضيرات. ولكل شخص اسمه هادي اكيد لانه انا اوكي. لا اسم خلص شفتي؟ ما بعرف. طيب نحن البورتاتي برانسيبال اللي عم نعمله اللي هو المين كورس اللي عم نعمله هو باتي دي بولو كون زافيرانو افونجي، يعني الجريل تشيكن بريست ويز الماشروم صوص. في بقلبه سافرين مع الماشروم مع الكريم مع الحبق مع البارستي كلهم هون انا ركبتهم. هيدا ستيلي، يعني هو ستيل الايطاليان بس ستيل هادي ابراهيم اللي بحب يطلع فيه على طول على التي في. اوكي شي كثير طيب. مش انه حيلا اليوم رح اذوقي. انا زينه هلا انا بقت قبل مزبوط خبروني قال انتم معجبين الاكل اللي انا بعمله. ما بعرف عن جد هيك خبروني. لا لانه اكلي بالفعل كثير طيب. قالوا لي ناسي بتنطرك لتيجي وتطبخ. مشان هيك جيت القرب على اليوم انا كنت عارفه. طيب شاف اوكي انا رح اقول شو عملت انا هون. هون شو عملنا كرمال نشرح لكل ست بيت حامله ورقه وقلم هلا وبدها تقيد هذا الصوص. اوكي زينه قاعده عم تسمع لتشوف تعلق هيك تعطي تعليق قديه هيلثي قديه صحي. خلينا نشوف. ما بدي احكي بالكالوري وما الكالوري لانه شوي اليوم نحن معتمدين على ما بيأثر اليوم بريك. اوكي يوم بريك 100%.
نحن قلينا البصل اول شيء، حطينا الزبده، قليناهم مع بعض، حطينا الهيربس. اوكي. الهيربس لما نقليه مع البصل بيعطينا سترونج تيست اكثر. اوكي؟ يعني نحن حطينا البازيليك، حطينا البارسلي، حطينا الرومارين، قليناهم مع البصل. يعني مرات كثير بحطوا، بفتكر اغلبيه ستات البيوت وي. إذا مش غلطانة بحطوا الأشياء الأعشاب بآخر شيء، بفكروا إنه هذا الشيء الصحيح، لا لازم يتقلوا. أنا معهم بكم شغلة، يعني أوكي الأشياء الهيربز لازم تضلها لونها أخضر، لازم نحطها بآخر عملية الطهي للأكلة كرمال تضلها خضراء وكرمال تحافظ على نكهتها، بس أنا إذا عندي تايم، أنا إذا عندي روزماري، أنا إذا عندي بيزل، لازم قليلة يعطيني النكهة اللي أنا بدي إياها. أوكي. يعني ما فيني أستغني عن هالشيء أنا السوتيه مع الشامبينيون، أوكي؟ ومثل ما قلت لها لنيفين، قلت لها انت هلا قلت لها اكيد قلت لها انه انت هلا حتاكلي حبه المشروم شوفيها بارفيمي وبازيليك لانه الهيربز كله عشقان بقلب حبه الشامبينيون. اوكي. نحن هون قلينا البصل، قلينا الهيربز، حطينا فوق الشامبينيون، حطينا فوق البرودو دي فردوري مثل ما قلت لك اللي هو المرقه الخضر، رجعنا حطينا الكريم، حطينا الصفرن، عملنا له ريدكسيون على النار مع بعض تقريبا ربع ساعه، رجعنا حطينا زفرنت انا من الجوع، حطينا زفرنت. اوكي بدك ايه كفي. اوكي رجعنا حطينا الكريم، غليناهم، عملنا له ريدكسيون كلياتهم مع بعض لصاروا كونسنتري مزبوط، رجعنا حطينا الملح والبهار الجراش بيبر كثير بيلبق معه، طفينا النار وهي ريدي للاكل. اوكي. وشاف بالبدايه شفتك عم تغليها تغليها تغليها، قلت لي احسن لتصير كونسنتري. اوكي. عندنا مبدا بالكويزين لما نحن لنقول فور اكزامبل حطينا لتر 1 لتر اوف ريد واين على النار، عملنا له ريدوير على النار، اوكي رح ينزل كميته رح يصير لنقول نص لتر. أوكي. بس لهالنص لتر رح ناكل نحن رح نشرب مبيت او ناكل صوص الفان روج تري كونسنتري، يعني طعم كمان احلى احلى شيء انه في عندنا كمان البروتين. أيه. في عندنا الكاربز، ما ضروري نكتر يمكن. اي مزبوط. وانا عندي سؤال للاشخاص اللي كثير حابين الطبخه، فيهم يستبدلوا الكريمه بحليب خالي من الدسم؟ أنا اذا كثير حابينه مع اوكي اوكي. انا كنا عم نحكي هذيك المره اذا بتتذكري بهذا الشيء نحن والدايتريشن اللي كانت معنا. نحن شطارتنا لما بدنا نعمل اكل دايت بدنا نعمل بالانس ما بين التيست وما بين الكالوري اللي نحن عم نحطه، دراسه الكالوري اللي بدنا نعمل. ما فينا نقدم اكل دايت وما يحبوا الزبون، ديجا كلياتنا مرقين بهول القصص وجايين لعنا زباين ما بيلائمون اي شيء، ما بيلائمون الزبده، في شخص ما بيلائمه البندوره، في شخص ما بيلائمه الكريم، سو بدنا نحن نركب، بدنا نعمل بالانس ما بين الهول اثنين اللي قلت لك عنهم. كل شيء هيلثي، بنخفف نسبه الكريم، نرفع كمية الحليب. صحيح. بس ما فينا نستغني عن الكريم، ما فينا نستغني عن الحليب. هلا بديل للأشخاص، هلا أنا بحب الفيوجن، أنا معروف بحب الفيوجن شوي. سو في عنا الكوكونات ميلك اللي هو طالع من الحليب النباتي، في عنا الصويا ميلك اللي أنا كتير بحبه بالأكل، في عنا 100% في عنا الرايس ميلك، وفي عنا الحليب الطبيعي اللي هو فينا نستعمله اللو فات الخيامينه 100% فينا نخلطهم مع بعض نعمل. طيب زينا قد ايه بحق لنا تقريبا اذا بدنا نقول على الغداء كميه الباستا قد ايه لازم تكون؟ هلا اذا حنطلع بالصحن مفروض بس ربع او ثلث الصحن يكون فيه بقلبه باستا. اوكي مع الدجاج مع الصوص للشخص اللي منه عامل دايت، وخضره كمان ثلثين اذا مش نص، والبروتين الباقي طبعا. بروتين لازم يكون اكثر البروتين بيقدر يكون قد النشويات. وعم شوف هون هذا البروكولي، ليش البروكولي 100% البروكولي هو سايد ديش للبلا اللي نحن عاملينه اليوم. سايد ديش يعني رح يكون، بتعرفي نحن كل بلا لازم يكون معنا خضره كرمال نقدم معنا بطريقه سليمه كرمال ما ينشف معنا كذا، بتعرفي هالاخبار انت. سو رح نستعملها على قصه الباستا. رح تستعملها يعني كيف لحالها؟ رح رح تكون على جنب؟ نو رح تكون، انت بتعرفي يمكن تعودت على البرزنتيشن تبعي على طول بحطهم فوق بعض للايتمات كرمال يبينوا كلياتهم سوا، رح تكون الميكس عنا الباستا مع الهيرز مع البرودو دي فردوري مع البارميزون تشيز من تحت، رح يكون فوقها ديركت الليجيوم، ورح يكون فوق الليجيوم ديركت كمان البولي غريي وصو شامبينيون وصفرون. اوكي كلياتهم مع بعض. على سيره الكاربز بقلب البليت للشخص اللي عامل دايت او الشخص المريض، هذا اللي منه عامل دايت 100% هذا للشخص العادي لانه يعني سو اذا انا عامل بلا لازم انا احط 100 جرام بقلبها كاربز لشخص مش عامل دايت. يعني انا اذا عم بعمل لنقول فور اكزامبل مثلا فيليه بلا فيليه غريير بحط له 100 جرام باستا بطريقه مع صوص كذا بيمشي حاله، اذا كان عم يعمل دايت ما فيني احط له 100 جرام، يمكن ما الكربوهيدرات ما بيسوي له كثير، يمكن بتنصحه، يمكن الكربوهيدرات بيتفاعل بجسمه بنصحه اسرع، بتعرفي كل جرام
كربوهيدرات بيعطينا 7 كيلو كالوري ل 8 كيلو كالوري، ما فينا نهرب من هالشيء. مثل الكريم، الكريم كل او مثل الزبده، زبده يعني على مثال كبير انه كل جرام زبده بيعطينا 9 كيلو كالوري، سو اللي عامل دايت انه اكيد ما راح يسوي له زبده. اكيد ايه كمان يعني بيكون في حدا متابعه بيقول له شو مزبوط ياخذ وقد الكميه اللي لازم تاخذ. 100% في الكانولا اويل هلا بيحطوا كثير. على فكره في اشخاص بيقولوا انه انا هلا عامله دايت بدي احط بس 100 جرام واكل، بس بيكونوا ناسيين انه مغمور بالزيت والزبده. خبرك شغله فممكن انه معلقتين ثلاث اربع معالق هيك زبده او زيت مزبوط. اوكي يساووا نفس الكالوريز قد هيدي الكمشه صغيره للباستا، فكتير مهم ينتبهوا. انا جربت بالزيت. فتره بروجرام اسمه ديتوكس، حسيت حالي انه ما قدرت كفي، ما قدرت كفي، عملت ستوب تقريبا باقل من نصه. يعني انا بلشت سبع يعني مش بحاجه، يعني الاشخاص اللي ما قادرين يكفوا بيكونوا بحاجه اكثر للديتوكس، لانه قالوا لي انه لا لازم تضعف حالك. انت شخص شاف وما لازم نحن كذا، ما لازم تنتبه على صحتك، تنتبه على صحتنا. سو فتنا بهذا البروجرام الديتوكس، صدقيني ما قدرنا. ما ضروري لتوصل للصحة أو لوزنك المثالي تعمل ديتوكس، فيك تاكل كل الأكل مثل ما هلا عم تعمل، لازم يكون في نشويات وبروتين. طريقة متوازنة، ما ضروري الواحد دغري إنه أول يوم يفوت ديتوكس، الديتوكس أو الكلينزينج هو مفيد بنص الدايت أو آخر الدايت، تكون دغري المعدة، الواحد ارتاح، قادر يبلش بشيء صعب، بس مش أول الطريق. يعني متعب يعني بتعب الإنسان وبيعمل وجع راس وكثير أشياء. أكيد شاف تلياتيل هي اللي اكثر شيء بتلبق مع هال يعني هيدي تلياتيل انا ملبقها بالبلا. اوكي لانه شيء ممكن نستبدل غير جنس معكرونه. فينا نحط النيوكي، فينا نحط الباباردلي، فينا نحط الفيتوتشيني، فينا نحط اللينجويني، فينا نحط المكروني، فينا نحط اللي بدنا، فينا نحط البين الفرفالي، كل شيء عندنا باستا فينا نستبدلها. قلت لك هذا ستيل هادي ابراهيم، يعني اهلا بهادي ابراهيم. ميرسي. هادي رح نرجع اخر شيء اكيد نذوق الطبق اللي حضرت لنا اياه. بشرفني. مش مصدقين انا وياك رح نضلنا بالمطبخ هيك وبننتقل هون زينه لحتى نحكي يمكن عن الكركم، الكركم فوائده وبشو بنستعمل الكركم؟ هلا هو الكركم اول شيء بيجي، هذا هو الكركم بيجي من نبتة بتشبع من نفس عائلة الزنجبيل، سو بياخذوها بيعملوا منها بودرة، واكثر شيء بنستعملها بال تشاينيز يعني؟ لا بالطبخ الهندي والكاري وهيك اشياء. اوكي كمان بيلونوا فيها الخردل. هلا ليه مفيدة؟ كثير منيحة للاشخاص اللي عندهم وجع معدة، اوكي اللي عندهم التهاب المفاصل ارثرايتس، كمان بيمنع الكوليسترول انه يتحول لحجار المراره. اوكي وبيقدر كمان مثل ما قلت يخفف الغازات، واذا الواحد عنده عصبيه او متضايق ومعدته ضايقته كمان يقدر ياخذها. كيف بيقدر ياخذها؟ اوكي هلا انا بدي احدد الكميه لانه الاشخاص ممكن تاذي اشخاص عم بيجربوا يحبلوا او حامل، وكمان الاشخاص اللي عم ياخذوا انسولين لازم يجربوا يتجنبوها. اوكي والاشخاص اللي عم ياخذوا اسبرين فولترين كل شيء بيعمل بيسيل الدم اكزاكتلي. فلما نحس our stomach معدتنا عم توجعنا او عنا التهاب او اي نوع وجع، هاي درينك مشروب هيك مهضوم وطيب بيقدر الواحد يعملها بالبيت. اول شيء في ياخذ كوب حليب، في يكون خالي من الدسم، حليب الصوي، الرز، الالمند ميلك، كله بيمشي. وبيشربه سخن لازم يكون ولا اللي حلو بهيدا الدرينك اللي حلو بهيدا الدرينك انه بيقدر الواحد يشربها مسقع او يشربها كتي، بس بيسخنها قبل ما تغلي من شيلها. اوكي وبحب كثير هيدا الدرينك اكشلي، بنستعملها بالكلينزينج بروجرام عندنا بايت دايت كلوب. ون اوف ذا نوع واحد من الجوسز اللي بنبعتهم للزبائن هن هيدا التيرميريك درينك للكلينزينج، وبحبوه شكلهم. ايه اتس ريلي عن جد اتس ديليشس. اوكي جربوها بالبيت وخبرونا شو بنحط قد ايه هون. اول شيء عندنا 240 ملي حليب، قلنا انه اي نوع بيمشي الحال. اوكي نص معلقه بس تيرميريك، اوكي كركم نص معلقه بس، لانه قلنا زياده من الشغله من كركم ممكن صح ممكن ما تكون بيكون مفيدة. اكزاكتلي 1 تي سبون كمان معلقه صغيره قرفه، معلقه صغيره عسل. اوكي وبتقدروا تبرشوا شويه زنجبيل بقلب الحليب كمان. اذا بتحبوا الطعمه. اوكي ومثل ما قلت بتغلوها او بتشربوها مسقعه، وذيس از ذا ماجيك تيك. هيك بتطلع بتطلع بتحسي حالك عم تشربي صفوف، اذا الواحد بحب صفوف حيحبها لهي. اقول لك نجربهم ونعملهم صفوف.
فيكي ايه بالايس كريم بالفريزر. اوكي ومره بالنهار مش اكثر. لكن اذا عندك اذا في وجع انه مع الوجع ما عم بيروح فيكم تعملوه 4 مرات بالنهار بس مثل ما قلنا بس نص معلقه اوكي لانه انا بعتقد كل شيء صحي زيادته بتاذي يعني في مثل انه اكسس از ذا سيستر اوف ذا نقص عرفت شو صح. طيب زينة في وقت محدد ولا مش بالضروره يعني مثلا يمكن بالليل ما لازم الواحد ياخذه بدايه ولا لا؟ فيكم تاخذوها بالليل الصبح بعد وجبه قبل وجبه بس مهم انه اذا خف الوجع تخفوا التيرميريك وما تكثروا من الكميه من التيرميريك ابدا. ضروري اجرب هالدرينك اللي حضرتي لنا اياه. زينه رح تضلك معنا لانه انا وياكي هلا رح ننتقل لعند نيفين والدكتور اكيد لحتى لي نحكي عن الموضوع الطبي وراح تشاركينا كمان غذائيا بهالموضوع. اكيد نانسي بدي ادعيكي انت وخبيره التغذيه زينه تنضموا لنا لانه موضوعنا الغذائي والطبي لليوم هو تجميد وحفظ البويضات وبيسعدنا نستضيف بهالاختصاص الاختصاصي بالامراض النسائيه والعقم دكتور حسام عبد الرضا. اهلا وسهلا فيك دكتور. كيفك؟ اهلا وسهلا فيك. حضرتك بتكون اول مره بضيافتنا. مزبوط. اهلا وسهلا. وهالموضوع كمان أول مرة بيكون حاضر ببرنامجنا وهو حفظ وتجميد البويضات، خلينا نشرح للمشاهدين شو بنعني بحفظ وتجميد البويضات. هو مزبوط توبيك الموضوع هو شوي جديد على لبنان بس صار له فترة 3-4 أشهر يعني إذا وات ايفر بتفتح الميديا أونلاين أو تي في على طول عم يحكوا عنه في كثير يعني بلش الإعلام عم بيضوي عليه مؤخرا. إيه والبيشنت صاروا أكثر يعني صار في أويرنس أكثر صار في وعي أكثر عن الموضوع والبيشنت عم تطلب فيه أكثر. هو بالاساس هي تكنيك هي قديم شوي بس هالثلاث اربع اشهر صار في شوي حكي عليها وشويه عم ياخذوا ويعطوا فيها لانه ريسنتلي من فتره ابل وفيسبوك هن اللي طلعوا شوي المشكل على الاعلام وقت ما عرضوا انه رح يدفعوا لموظفينهم لحتى يجمدوا بويضاتهم. هلا هي تجميد البويضات هي اكثر شيء للنساء اللي شوي عم تتقدم بالعمر عم تقرب على سن ال 35 37 وعم بتخافي شوي بعد ما انها كثير مجوزه او بعد ما مركزه اكثر على شغلها بعد ما لقت شريك حياتها او البارتنر. يعني هي النساء اللي ما عندهم اولاد بالاساس مش قبل اللي ما عندهم اولاد او اللي عندهم اولاد او النساء اللي عندهم مصابين عندهم مرض كانسر مثلا بدهم ياخذ كيمو ثيرابي وراح ياثر على مبايضهم واحتياط المبايض ما بقى راح يجيبوا اولاد قبل عم يلجأوا لهيدي التقنيه. طيب دكتور يعني مثل ما قلنا هون فينا نقول الساعة البيولوجية بتبدأ يمكن بسن ال 35؟ هي الساعة البيولوجية هي بنخلق معها نحن يعني هلا في نمبرز شوي بخوفوا يعني كل فيميل كل مرة بتخلق عندها عدد معين من بويضاتها وبلش تخسرهم نهار بعد نهار لحتى توصل لعمر خلينا نقول ال 50 هو سن اليأس بروح البويضات. فإذا خلقت عندها 2 مليون مليونين بويضة من وقت لتبلغ اوريدي خسرت 95% من بويضاتها بقي عندها 200,000. نرجع بننطر بنصير بال 35 اوريدي كمان 95% كمان راحوا بيبقى عندها 16,000 بويضة. سو نهار بعد نهار ايه مزبوط يعني في بيولوجيكال كلوك. يعني نسبة الحمل بتصير اقل كل ما السيدة عم تكبر بالعمر من هون بنقوم بحفظ وتجميد ايه البويضات. ايه مزبوط يعني مع الايامات كل التشانسز عم تقل يعني اذا بدك الماكسيموم تشانسز احسن شيء اللي هي عمر 25. اوكي بس قليل اللي صاروا يمكن عم يتجوزوا بتعرفي او يخلصوا الكارير كذا على ال 25 30 يشتغلوا ويصيروا هيك ايه متكلين على حالهم. كل اكثريتهم عم ببلشوا بسن 30 وإذا بتطلع يعني مش بس بلبنان وين ما كان يعني مثلا كيت ميدلتون جابت أول ولد كان عمره 31 سنة، أوكي كانت يونغ وإنرجيتيك بس كمان برنسس ديانا كان عمره 21 سنة، كانت أصغر منها بعشر سنين. طيب دكتور امبارح ببروجرام ببيروت شفنا مرة عمرها 65 سنة حامل بأربعة توينز هون شو فينا نقول؟ هيدا كمان مشكل، يعني في كثير ناس عم تترك حالها انه بتصير عمرها 35 40 انه ناطره انه مفكره انه عمليات الزرع او الاي في اف انه رح تعمل ماجيك لإلها، انه اوكي بصير عمري 42 بس هي عندها 13 ولد قبل ايه هلا بصير بصير هلا بس بطلب من بنتها انه يعني بهيدي الحاله نحن مقصدنا انه مرق معنا هيك خبر بهيدي الحاله معقول تكون عامله حفظ وتجميد للبويضات او هلا ما فينا نقول في 1-2% من العالم 1-2% يمكن يضلهم عم بيحملوا بعد ال 45 بعد ال 50 سنه مشان هيك اذا صارت
كثير بنصير انترستد فيها وبتطلع على التي في وهيك، بس كمان في كثير ناس بعد ال 40 45 عم تلجا عم تستعين بويضات من حدا ثاني. في كثير سيلبرتيز بتشوفيهم بال 45 صح، مونيكا بيلوتشي كمان، ماريا كاري، سيلين ديون، بس اكثريتهم كمان ما نظلمهم يعني استعانوا بشوي بويضات من حدا ثاني. طيب اي متى بندرك طاقة الخصوبة لدينا؟ اي متى بندركها؟ هلا متى بنقول انه بنبلش نحس انه هون صرنا لازم نقوم باي تقنية او عملية من اللي عم تحكي عنهم؟ اذا بدك عمر اكثر شيء، اذا 25 هو البيرفكت ايج، على 30 بيكون بعده منيح، بعد 30 بتبلش تنقص، 35 بتنقص بسرعة. أنا برأيي ال 35 هو الكريتيكال ايج. في فحوصات معينة، في عوارض معينة، لأنه سألتك تحت الهواء عن العوارض، قلت لي لا، المفروض إنه الوحدة بس يصير عمرها فوق ال 25 سنة يعني بلش التشانسز بال إنه ما تحبل تقل، بس في عوارض معينة أو في فحوصات معينة تنقدر نعرف؟ هلا العوارض إذا ما ننطر لنوصل للمينوبوز لسن اليأس لتبلش الدورة الشهرية تلخبط شوي أو تقطعنا، أوريدي إتس تو ليت، ما بقى فينا نعمل شيء. 35 سنة اتس كريتيكال ايج. هلا في شوي انترست بالعالم انه اذا انت اجت لعندك مريضة عمرها 33، هلا في ناس 33 بيكون بعدها كثير منيحة، في ناس ما بتكون منيحة. كيف انا نعرف؟ هلا هون في شوية بلاد تيست، في هرمونز، في هرمون جديد اسمه انتي ميلارين هرمون، بقول لك قد ايه بعد في احتياطي بويضات بقلب المبايض، وبروبابلي معقول نقدر نقول لها انه اوكي الاحتياطي بعد لك منيح طولي بالك، او في ناس يمكن نقول لهم الاحتياط اللي لك واطي انه نشوف بدنا نعمل شيء لحتى نتزوج نتزوج على بكير او نحفظ البويضات. كيف بتصير هالتقنيه؟ يعني كيف بيتم تجميد البويضات؟ هي بترجع مثل عمليات طفل الانبوب والزرع اللي بنعملها على طول، يعني بتيجي المدام بعد البيريد بتاخذ ادويه منشطه للبويضات وللمبيض، بيكبروا بويضاتها، بنرجع بنعمل عمليه سحب البويضات لخارج الجسم. إذا بتعمل طفل الأنبوب حنرجع نجيب سبيرم أو الحيوانات المنوية تتجاوزها ونلقحها ونعمل أجنة. إذا بدها تحفظهم رح ناخذ البويضات ونحفظهم بدرجات حرارة جدا متدنية لتحت ال 200 درجة مئوية. اوكي. ونحطهم بشيء اسمه ليكويد نيتروجين ونتركهم سنة سنتين خمسة عشرة عشرين. بيبقوا كثير. طب خلال هالمرحلة زينة بدنا نتبع نظام غذائي معين؟ في مأكولات لازم نبتعد عنها ومأكولات نزيد منها؟ هلا أكثر شيء من ناحية إنه فريزنج الإيجز الأوفيوز، مهم أول شيء الشخص الست ما يكون عندها وزن زايد أو دهون عالية بالجسم، لأنه تبين إنه الأشخاص اللي عندهم دهون عالية بالجسم بتخف نوعية الأوفيوز. اوكي سو لازم اول شيء الست اللي عندها وزن زايد تخففه، وخاصه الستات اللي عندهم بولي سيستيك اوفري سيندروم اللي كيس على المبيض بسموه تكيسات على المبيض او قشره مبيض سميكي. بيكون عندهم هرمونات منا كثير متوازنه، فمهم هن خاصه لهم انه يتابعوا نظام غذائي بيشبه نظام الاشخاص اللي عندهم سكري، لانه بيخلوا السكر يفرز بالدم بطريقه متوازنه ويساعد الجسم يرجع يركلج هرمون. يعني ما لازم يزيدوا فات، لانه بنشوف ناس ضعيفه وعندهم هيدي المشكله. مزبوط. وعندهم يعني عندهم مشكله التكيس على المبيض وايضا ضعاف ولكن عندهم فات. مزبوط. الاشخاص اللي عندهم بولي سيستيك اوفري سيندروم وضعاف بدهم ساعتها يطلعوا على نسبه الدهون بالجسم. الشخص بيقدر يبين انه ضعيف بس نسبه الدهون عنده اكثر من نسبه المسلز، فلازم يعملوا فحص يشوفوا فحص الدهن يشوفوا اذا نسبه الدهون بالجسم بين 18 و 25%، يعني هن ان ذا سيف زون، وساعتها ما لهم غير معالجه الطبيب اكزاكتلي وحتى نظام غذائي يشبه السكري لو ما بدهم يضعفوا كمان، لحتى النشويات يكونوا محددين، الانسولين ما كثير يعني يضلوا متوازن بالجسم، فحتى اذا ما عندهم وزن زايد لازم يضلوا ينتبهوا على كميه النشويات اللي عم ياخذوها، طبعا ما انه ما ياكلوا بالمره بس مع اخصائيه التغذيه يحددوا الكميه. مزبوط. هلا تبين كمان الاشخاص كثير مفيد الفوليك اسيد والفيتامين بي 12، لانه مهم انه تكون البيضه بحد ذاتها الاوفيول
صحيه نوعيه منيحه اوكي سو بيهمنا الشخص جسمه يكون ببيئة جيدة، فمهم فوليك أسيد وبي 12 إنه بينظفوا الخلايا. ومن هون بدنا نشوف دكتور إنه صحة السيدة كيف بدها تكون تتقوم بحفظ أو تجميد البويضات، في مشكلة معينة ما لازم تكون عندها لا تقدر تخضع لهالتقنية أو هلا مثل ما قالت زينة كمان الهيلثي لايف ستايل كثير مهم. يعني الفوليك أسيد، الفيتامينز، البوليسيستيك أوفريز والوزن الزايد، لأنه حتى لو عملتها لتسي عملت حفظ بويضات طول عندها 15 بويضة عادة البوليسيستيك أوفريز في شوية ريسك إنه ما يطلعوا جود كواليتي. والأهم شيء لهلا أكثر شيء عم نشوفه مشكلة الدخان والأرجيلة. التدخين. التدخين والأرجيلة خصوصا، الدخان بتصور يمكن بعدها أرحم بس الأرجيلة مشكلتها كبيرة. طيب دكتور هالتقنية ممكن تكون أكيد مكلفة صح؟ مش ممكن اكشلي لا منا كثير مكلفه هلا بامريكا وبيوروب في كلفه يعني عم تحكي بال10 20000 بس بلبنان لا هي مثل تكلفه طفل الانبوب أوكي. بس كمان تكلفه اقل لانه ما في زرع اجنه ما في رد اجنه بس صارت موجوده بالدول العربيه وباللبنان موجوده بلبنان هلا ايه في كثير عم بيجوا لعنا على المستشفى عم بيقصدوها لهيدي التقنيه هي كنا نستعملها من زمان بس هلا لانه نزلت تكنيك جديده قبل كنا نستعمل تكنيك اسمها سلو فريزنج تجميد بطيء فما كانوا كثير بويضات يعيشوا، هلا التقنية جديدة اسمها فيتريفيكيشن، تجميد سريع، يعني نيو تكنيك افيلبل بلبنان. ثانك يو دكتور هيك اليوم ضوينا على هالموضوع، نحن يمكن ما كثير كان عندنا اطلاع عليه، ثانك يو لكل هالمعلومات المفيدة. ميرسي كثير وزينة دائما بيسعدنا وجودك معنا على امل انه دائما هيك ترافقينا بحلقات ميرسي كثير مشاهدينا رح ننتقل مره جديده لنشوف مقتطفات من فيديو كليب جديد للفنانه هيفا مع حبيب جينيفر لوبيز السابق تفاصيل كلها مش تقرير هو مقتطفات للنجمة هيفا وهبي وبنرجع نذكر انه الليلة على روتانا سينما رح نعرض برنامج بستار نجمة العرب يلي هو من اعداد وتقديم زميلنا بلال العربي الاسبوع الماضي بلال ضيع السوت تبعوله لونفا شو قلكم رح يصير هالاسبوع او شو رح يكون لابس انا اكيد شيء كثير حلو كثير حابة لانه بيلبق له طبعا بيلو Good luck. ليلى لكن تابعوا الحلقة كونوا كتار على الموعد لحظات قليلة مع الإعلام ونرجع نتابع خليكم معنا عشر صبايا تأهلنا للمرحلة النهائية رودي سماحة من مصر سالي جفال من الجزائر هبة رحال من مصر والجزائر
ماريا سبيك من لبنان، ريما ناصر من فلسطين، شيرين سيف النصر من مصر، فرجانية بن حمزة من تونس، كاميليا مجاهد من المغرب، هبة وحيد من مصر، أماني الصيد من تونس. ترى من ستفوز بلقب دستار نجمة العرب. دستار نجمة العرب الأربعاء الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية على سينما. مش هتقدر تغمض عينيك. برنامج واحد، مرتبة واحدة، واربعين اغنية، وانتو وحدكن بتقرروا. اخر الاصدارات واهم الاصوات بالعالم العربي. توب 40، السباق الرسمي للاغنية العربية. شاركونا على الانستغرام وفيسبوك top.40 and don't forget to post your comments. تنسوا تصوتوا وتدعموا فنانكم المفضل ليوصل للمرتبة الأولى. سباق مستمر والكل ناطر توب 40. توب 40 3 الساعة 7 المساء على الـ LBC. أغنية الفنانة سميرة سعيد، مظلوم. مش فيك عايش دوم دور المظلوم، شدوا فوق. حاليا على موقع iTunes.com. كل ما أشوفك تقول شبكات الاتصالات. كل ما اشوفك تقول انك مهموم. سميرة سعيد، مظلوم. كل يوم مثل اليوم زعلولوم. لتحميل الكولتون او النغمة الخلفية لموبايلك، ارسل كود النغمة الى رقم بلدك. انتاج روتانا. حفل غنائي ساهر مع اكبر نجوم الاغنية العربية، الفنان عبد الله الرويشي، الفنانة نجوى كرم، الفنان وليد الشامي، والفنان عامر زيان. الجمعة 17 من إبريل 2015 على مسرح حلبة البحرين. الجواز بيعتبروه حاجة مش رومانسية. أنا بعتبره قمة الرومانسية. استمتع بكل لحظة بقعدتنا بالشاي بالعشاء. وهذا الوقت بحسه إنه هو مهم لإلي ومهم لإلهم إنه نكون سوا. نحن نستمتع بأصحابنا وخلصين. الأحد الساعة 7 المساء على LBC.
مدي الخطاوي وقرب الباقيين. الوضع بقى محرج جدا. الشغل دخل في مرحله الخطر. ده فخ كبير يا دكتور. فخ كبير وكلنا وقعنا فيه. البلد كلها بتتفرج ومستنيين يشوفوا الفضايح اللي جايه. اشربي يا نوسه. اشربي المر والحسره وغيبه الامل. وانت لسه حاسين بحجم الكارثه دلوقتي يا حسن. طب لما اسعدتك كلك نظر كده ليه بتصدر وشك للمستحيل وترمي نفسك تحت العطف؟ لو طولت في الحلم هصحى منه وابقى جرح ملوش علاج. تفاحة آدم يوميا الساعة 9 المساء على الـ LBC. فكرة رح نجمع بين الأناقة والرقي، أناقة الأزياء ورقي المجوهرات، ومنرحب سوا بثيريزا سومي من مجوهرات سيمو. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. شو أخبارك؟ طبعا وطبعا ضيفتنا العزيزة كثير يلي اليوم هيك كنا محظوظين أنه رفقتنا كل هالفترة كل هالحلقة خبيرة الصورة والموضة ومصممة الموضة. زينة صليبي اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. تريزا بداية، هيمو هالماركة العريقة بعالم المجوهرات، كيف عم تحافظ على اصالتها وعراقتها بهالمجال يلي عم بيشهد تطور مع الايام؟ مجوهرات هيمو عندها ستايل خاص فيها بتتميز عن غيرها من المجوهرات، في عندها براندات لإلها كلهم عندهم نفس الستايل. اوكي، فهذا الشيء اللي بيميزها عن غيرها. اوكي، لكن رح نحكي كمان عن المجموعه الجديده انفينيتي، رح نحكي عنها اكثر مفصلا. تفضلي. انفينيتي كولكشن هي كولكشن جديده من هيمو جولري. هي حلو. هي شو الحلو فيها؟ معناتها انفينيتي مثل كلنا بنعرف الانفيني، صح؟ انفينيتي هو كل شيء ما له ولا نهايه ولا بدايه. اوكي، مثل الكوليه يمكن اللي بتصير انت، لانه عم شوف العلامه الانفينيتي موجوده عليه. صح، ثلاث كوليات هول مع بعض. صح، في سوتوار ودو كوليه. فهيدا هو الستايل تبع انفينيتي. هو الحلو فيها الانفينيتي انه بتعكس فكره الابديه، هو منه شيء بيبقى لوقت معين، هو شيء بيدوم. اوكي، شو في منا؟ في منا مثلا في كوليكسيون واسعه على الخاط، خواتم، حلق. كوليكسيون واسعه، خواتم، حلق، حتى بيبي جولري، كل شيء. عاملين كوليكسيون كامله. لمين موجهه طب هالمجموعه؟ مين عم بحبها اكثر؟ الصبايا؟ مثل ما شفنا معناتها بنشوف انفينيتي كوليكشن هي فيها تكون لحل الشخص حابب يعبر عن مشاعره واحاسيسه. فمن هون فينا نقول انه انفينيتي كولكشن فيها تنهدى بين اخته واختها، بين ام وبنتها، بين اثنين اصحاب، لحلا شخصين تجمعهم علاقه متينه. التين ايجرز اكثر شيء بحبوا هال. حلو انه كثير ترندي يعني على الموضه. هلا كثير ترندي الانفينيتي، بس بالذهب يعني الاصفر مش لا في اصفر وفي ابيض وفي ميكس كمان. اوكي، في احجار يمكن داخلين، في احجار كريمه، في دايموند. عاملين كوليكسيون كامله كبيره. حلو كثير الالوان كمان انت عم تشوفيهم. ايه مضبوط زينه، يمكن بيعطوا شوي انه الجولري انه يونغ، بس تعتمدي الوان هيك فاتحه ويكونوا صغار هيك ناعمين انه حيلا شخص فيه استفاده. قديش برايك الجولري بيضيفوا على طله السيده؟ ويمكن كمان بيلبسوا بطريقه هيك كثير نانسي. عن جد الجولري اوقات فيها تكون هي بحد ذاتها الستيتمنت تبع اللوك تبع السيده، مثل ما بنشوف اوقات كثير الستارز على الريد كاربت بيكون الدريس فيري سمبل وبيعتمدوا كثير على الجولري الكبيره، على الاحجار الملونه الحلوه يعني اكيد. ومثل ما بنعرف انه الجولري عن جد هي صديقه السيده، يعني يمكن السيده اكثر شيء بتحب تنهدى جولري. ومثل ما قالت هي ابديه لانه قليل مضبوط بتضل عنا وبنعطيها يمكن لاولادنا ولهيدا. سو حلو. تريزا شو في معك بتحبي تفرجينا عليهم؟ انا جايبه كولكشن مع بيرل. اوكي، هلا كثير هول كلهم انفينيتي اسمهم. صح، اوكي، كلهم من كوليكسيون انفينيتي. بيرل بتعرفي بيعطيك كثير انوثه للسر وجمال، ومعي كوليكسيون كلها دايموند، فيت فيها دايموند مع بيرلز كمان. مع بيرلز هون يعني بنشوف مع هارت. حاضر بكل
بكل الكوليكشن. بعتقد انا البيرل هيك بتحسي بيعطي انوثه. ايه بيعطي كثير انوثه لست ونعوميه. هيك هون انت الكولر هودي بيبي جولري. كمان بهيمو عملوا كوليكسيون خصوصا للبيبي جولري صغار للبيبي بورن. صح بيبي بورن وتين ايجر بيجي كلها ملونه حتى في بريسلت بن. طب التين ايجرز اخذتوا بعين الاعتبار يمكن انه ما تكون القطعه كثير غاليه اذا صبية بدها تهدر قطعه؟ اكيد في الاسعار كلها وكل بتناسب كل الاذواق وكل المناسبات. اوكي شو شفت زين؟ هيدا هيك كل البن للبيبي بورن كثير حلو. ادولفن فيري نايس كثير حلوين. او ليك بيلبقوا على الاسود الابيض زينه؟ كل شيء ولا بنلبس ذهب ابيض؟ لا لا انا بالعكس انا عاده بحب كثير الجولد، يعني بروح اكثر على الجولد حتى بالجولري تبعي، ما كثير بحب السيلفر، بحس الجولد دائما بيعطي هيك شيك. والبينك جولد كمان. هلا مع الاسود والابيض انا صراحه بحب كثير دخي اللون، يعني سبق وقلت لك انه بحب كثير انه اذا كان جولد يكون معه مثلا حجره الامرود او انه بحسه بيعطي كثير حلو. يعني هلا درج الاسود الابيض الري، الاسود الابيض مع البوانتيه، الاسود والابيض مع بعض، ولا مش وصلتنا الموضه مضبوط؟ هيك من الشدراوي شدراوي قال لي هيك شيء. لا مضبوط معه حق شدراوي، احنا يحضرنا هلا ويوم علينا الدنيا بلا، معه حق شدراوي. هو الموضه هلا يلي دارجه انه نلبس بقى مثلا الريال مثلا اذا بدك الفيرتيكال مع الريال اوريزونتال مع البوانتيه، يعني ما بقى اذا بدك الاسود والابيض هو اللونين الكلاسيك الكلاسيكي اللي بنلبس هالبنطلون الابيض مع الجاكيت السوداء، لا صرنا بدنا نلبس، عم نحكي هون عن المزج الاسود والابيض بذات القطعه سوا. اوكي هلا رح نشوف شوي الترندز بالصور يلي دارجين رح يقطع معنا كمان الاسود والابيض. اوكي هون حبيت كمل، حبيت نفرجيكم هيدي الصوره يلي بسموها الوازو دو نوي يلي هو الريش. اذا بتلاحظوا هون بالديتيلز تبعهم تبع الاسود هيدا البلوم الريش يلي طالع من الاوتفيت كثير دارج وبيعطي كمان ستايل حلو ودارج على اسود. نعم اوكي اوكي هون هيدا هو الاسود والابيض اللي عم بحكي عنه، عن جد يعني بتظهري شوي من الاسود والابيض اللي نحن معودين عليهم، يعني لاحظي قد ايه حلوين، لاحظي قد ايه في ديزاينز، قد ايه في شغل بالقطعه نفسها. اوكي اوكي كثير حلو البلت كمان هون البوانتي اللي كنت عم تحكي عنه ونيفيني اللي هو كمان دارج. سوري دولشي اند جابانا مضبوط، هيدا دولشي اول الصوره، لاحظي اول صورتين لاحظي قد ايه فيهم فوليومز مع الاسود والابيض. اوكي هون عم نحكي شوي عن الشبك، الشبك اللي كنا نشوفه كثير من زمان حس السيدات كانوا يحبوا يلبسوه، هلا كثير راجع دارج هيدا الستايل يلي لاحظي الدريس بنلبس فوقه حيلا شي دريس ثاني شبك بليل الدريس من ميلي ومن ميلي كمان بيعطي انوثه. اوكي منتابع هون عم نحكي عن الفينتج ستايل اللي عن جد كمان هيدي الصيفيه رح نشوفه بشكل كثير كبير، لاحظي الالوان بتكون منا فاقعه بتكون كانه يعني كانه حافينا للالوان بطريقه حلوه، وعم نشوف هون هيدا الستايل الغريب. هون عم نحكي عن مش الاسود، هون عم نحكي شوي عن الستيل الترانسبارون يعني أوكي. كمان دارج معنا هيدا السنه كثير، عم نشوفهم كمان اذا لاحظتوا باللونج دريسز عم يلبسوا مثل سويمينج سوت تحت الدريس وعم يجي مضبوط. هون عم نحكي شوي عن الستيل المارين هون اكثر إيه. عم نحكي شوي عن ستيل المارينز مزبوط كمان الستاندالات هيدا الستيل كثير كثير دارج. عم نشوف البوتونات كمان الكبار الجولد. هون عم نحكي عن روج فيرني بالخصوص هيدي الصيفيه كثير دارج هيدا اللون الروج الفيرني اللي بيجي فيه لمعه وكمان لاحظي كيف مدخلينه مع غير الوان. بكره كمان رح نعمل فقره شوي كيف فينا نمزج الالوان بالصيف بطريقه أوكي. فانكي وحلوه. وهون عم نشوف الفوليومز اللي مختلفه، لاحظوا بتطلعوا بالتوب الوحده ما بتلاقوا النقشه هي ذاتها مكمله بعضها، عم نشوف الكاريه، عم نشوف الرون، عم نشوف الاسيمتريك بالتيب كلهم سوا، يعني بنفس الاوتفيت ممزوجين سوا. طيب هيدي كانت اخر صوره، شو رايك ننتقل على خزانتك؟ يلا انا احب على قلبي تريزا خزانه زينه، بس كون خزانه زينه حاضره هون دائما بيكون في حماس لانه كلها اشياء حلوه. ميرسي يعني من وين بدنا نبلش؟ وين بدك؟
من بلش مثلي تدري. اوكي هون عم نحكي اذا لاحظتي كيف شفنا بالصوره شفناه اذا بدك الدريس كارو هون عن جد هيدا دريس كثير مهضوم اذا بدك الريور تبعه جاي بالعرض هيدا الستيل انا بنصح فيه للسيده اللي تكون شوي رفيعه لانه اذا كان شوي عندها وزن زائد تلبسه بالطول يعني مثل تريزا مثل جسم مثل جسم تريزا مضبوط هيدا كثير حلو بالصيف مع كولرز مع بيلت حلو هيدا كمان دريس ثاني بلاك اند وايت بس لاحظي انه حتى البلاك اند وايت مش مثل ما كنا نشوفهم قبل مثلا وايت من فوق وبكمل بلاك عم نشوف البلاك اند وايت ممزوجين سوا بطريقه كثير مهضومه هيدا شو بدنا نحط له شوز؟ اسود ابيض نيود حتى انا بقول انه فيك تلبسي معه شوز فيوشيا شوز صفراء احمر بيعطي كثير حلو هون بدي احكي عن الستايل اللي كثير كثير دارج هالسنه يلي هن ليكي كيف نيفين اوكي هيك لاحظتي؟ يعني عم نشوف هيدا البنطلون يلي معه ريور وعم نشوف كمان الجاكيت هيدا كثير مع ايه كثير ستيلك هيدا ايه كثير ستيلي مضبوط يعني لحظه هيدي مارك جايكوبز والبانت من تصاميمي لحظه كيف الستايل تبعهم بيعطي اليجنس للمراه بيعطي هيك وبذات الوقت ما بتكون اليجنس كلاسيكال يعني ما بتكون المراه كلاسيكيه بتكون عم تطلع لشيء كمان ستيلي هون حبيت فرجي هالجاكيت اللي كثير بحبها ليك قد حلوه نيفين لاحظتي؟ هيدي هلا هي شتويه شوي بس فينا مثلا مثل هلا بالربيع اذا ضاهرين من عشيه فينا نحطها بضل في سقعه مضبوط وبدي اقول شوي عن ستيل هلا دارج اللي هو ما نلبس الجاكيت كثير عم نشوفه ايه بتعرفي انا بتعرفي ستايل عن جد صراحه من مين اخذته من بلال بلال وقتها يظهر بضل حاطط هيك ليك شو حلو ليك انا يا الله ليه بلال ببين هالقد حلو ليه ببين هالقد انه الستايل تبعوله انت وقتها اخذت الفكره صرت امشي هيك يا فاشينيستا بلال يعني بنشكرك بلال ومن زمان قبل ما تبلش تدرس من اول ما تعرفت عليه وكمان حتى في كثير سيلبرتيز من اهمهم شيخة موزة كمان كثير بتلبس هيدا الستيل حلو بتكون لابسه الدريس اللي كثير حلو الطويل وبتحطه وانا جربت وبتحملي هيك ساك بتحسي هيك تطلي غير رويل عن جد هيك عن جد نانسي لازم تعمليها اذا ظهرت اليوم يلا نانسي هون كمان حبيت فرجي مثلا الوايت البلين كولر مع كمان الجاكيت اللي بتجي ريه ليكي قد ايه فريش بالصيف عن جد كثير فريش خاصة عم نحكي كمان نحن بموسم الربيع يعني اذا ما بدنا نحكي صيف صيف لانه ما بنلبس كثير جاكيتات طويله حتى بالشغل وهيك فينا نلبس جاكيتات طويله اذا نحن بالاي سي بنعطي كمان ستايل كثير مهضوم اوكي هون بدي احكي شوي اوكي هون هون شفتي قد ايه حلوين هيدي كروب توب مع البنسل سكيرت يلي عم نشوفها هيدي الصيفيه كمان كثير دارجه البنسل سكيرت يلي بتجي ضيقه كثير خسره عالي وبتجي تحت الركبه بس هيدا اكيد مش قياسك بلا كبيره كان ولا هي صغيره لا لا هي هن بتحسيهم هيك بس هن كثير فكره وصغار كثير سري هولي انجا فيك تمشي فيهم ايه وبتجي هالكروب توب من فوق بطريقه مهضومه، هون عم نحكي اذا حدا ما كثير بحب يعجق الريال الاسود والابيض من تحت، اوكي هون بدي احكي عن بانت كمان كثير مهضوم، ليك الريور تبعه كثير مريح بالصيف وكثير ببوظ وبيعطي هيك الشات اصلا اوكي، هون بدي فرجي ستيل اذا بس فيك نيفين بليز بدي لانه بدي فرجي ستيل معين، هو هيدا بالمبدا بس بدي اقول لك انه عن جد هيك دارج هيدي الصيفيه، يعني دارج ما نلبي البرنتد تبع هيدي مع البرنتد تبع تبع البنطلون، بس حابه فرجي شغله، في اشخاص ما كثير بحبوا يلبسوا هيدا الستايل لانه عاده هيدا الستيل اللي كثير فيه ديتيلز بنصح شوي، سو انا عملت ستيل معين بس رح فرجيكم كيف هيدا فيك تلبسيها بهالطريقه بتبين تحتها شوي اوكي ليكي نيفين بتبين تحتها شوي لاحظتي هيك حتى فيها ما ضروري تكون مع هيدا فينا مثلا نلبق لها البنطلون الابيض اوكي حتى فينا نلبس ضيق او حتى فينا نلبس تحتها شورت لان هي دجا طويله يعني شورت شوي طويل ليكي نانسي كيف بتعطي ستيل وبتروح فورم البطن اذا السيده عندها شوي وزن زائد حول البطن وهيك بيروح هيدا الـ هيدا طيب هيدا البانتس فينا نستعمله بالصيف لو فيه شوي ليذر كنا عم نحكي هذيك المرة انه ماست هاف هيدي الصيفية هو الليذر بشكل كثير قوي وحتى عم نشوف نيفين ليذر الملون كثير الاصفر
الاطار الاخضر. هيدي حبيت فرجيها شوي الستيل ماسكولان بما انه عم نحكي. صح، بنحط هيدي تحت مزبوط. وليكي لحظه، هيدي الشميز مع الكافلينجز يعني مثل الستيل الشبابي اللي بيلبسوها، كثير بتعطي كمان ستايل مهضوم ودارج كثير انه نسكر القبه لفوق، يعني نعطي هيدي الستيل عن جد مثل الرجال. هون حبيت فرجي كمان اخر شيء باج، انا شخصيا كثير بحبه، كثير كلاسي، فينا نلبسه بالنهار مثل ما فينا نلبسه بالليل على عشاء لحظه مثلا، ودارج عن جد انه نلبسه مع يعني مع هيدا الستيل، مش انه مثلا يعني ليكي قديش مش كثير زينه يعني ايه؟ مش كثير مش كثير اذا هيك مع هون بصيروا كثير كثير حبيت كثير حبيت شوستك زينه كثير بهالالوان كيف ملبقتيهم مع بعض. ايه بكره انا انت بدي اعمل حلقه عن جد نفرجي كيف فينا نلبق الوان الوان ميكس اند ماتش بالالوان بالصيف، خاصه بالصيف لانه كثير هيك اذا بدك بنكون نحن بشرتنا غامقه، بنحس حالنا انه على بالنا نلبس كلرز كثير فوق بعضهم، فان شاء الله تكونوا حبيتوا الاوتفيت. كثير حلوين. لا كثير حلوين الغراض، كل شيء عجبوكي تيريزا؟ ايه كثير حلوين. بتحبي لون الاسود والابيض؟ ايه حلو، وحلو الستيل تبعه انه هو اسود وابيض كثير كلاسيك، عملته بطريقه كثير فاشن. ما هي هيدي الفكره منه، انه انا حبيت اليوم فرجي عن جد انه الاسود والابيض بطلنا بالستيل الكلاسيكي اللي نشوفه، بس نقول اسود وابيض بنقول لا دام او شوي كلاسيك، جربنا نشتغله بطريقه فانكي مثل ما هي الموضه هيدي السنه. لا صار لازم ناخذ بريك، طلع وراكي يمي. رح نروح فاصل اخير ومنتابع. ومين النجم او النجمه اللي حصل او حصلت على لقب الورست اوف ذا وورست؟ موسيقى سينما جوسب وجوله خلف الكواليس على موقع تصوير احداث الميوزك فيديوز. من شاشة روتانا ومن برنامج بوب اب، تعرفوا ما هو جديد الجورع. تابعوا كل الاخبار وجديدة على برنامج بوب اب نادر الاتاد. Hi, this is Paul Bettany and you're watching Pop Up. كل هالاخبار واكثر، كونوا على الموعد. بوب اب الليلة الساعة 7 المساء على ال بي سي. اكتشف عالما جديدا من الترفيه التلفزيوني مع ماي اتش دي على عرب سات. ماي اتش دي تمنحك اكبر عدد من القنوات عالية الوضوح في المنطقة. شاهد 46 قناة اتش دي مشمولة مع جهاز الاستقبال لمدة سنة فقط مع ماي اتش دي. احصل على عرض ماي اتش دي هيوماكس ووفر 50% بالاضافة الى 3 أشهر مجانية من خدمة تلفزيون حسب الطلب من سيليفيجن. لا تفوت هذا العرض، اسرع الى المحلات التالية اليوم. بلقيس زي ما هي في البوم جديد. علي علي صوت يا دي جي بقلبي. بلقيس زي ما انا انتاج روتانا. وصلنا لاخر فقره من برنامجنا مع الشيف هادي ابراهيم وايطاليا. ايطاليا ايطالي بامتياز. ميرسي 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 عن جد. على فكره احنا فتنا بعد البريك وعم نحكي ما تقولي الا 4 صبايا اشتغلوا مع الاكل الايطالي بدك مين يسكتهم؟ تفضل شيف. لحدنا هو البلا برينسيبال اللي نحن عاملينه اليوم هو الباتو دي بولو كون زافيرانو افونجي،
هو الجريل تشيكن براست. معقول انا عرفته قوي. بتعرفي مو تكنيك تاعتها شوية ايطاليانو اكثر من عرفتي كيف، بس انه كمان فينا نشرح لهم اياها بالانجلش. هي الجريل تشيكن براست وذ سافرين مشروم صوص على طريقة الايطاليان، جاي من منطقة سيسيليا بايطاليا، بس برجع بعيد على ستيل هادي ابراهيم، يعني انا مركب هالكومبينيشن كلها. طيب شايف اذا الدنتي واحد بده يعمل المعكروني، هلا عادة بيكونوا حاطين لك قد ايه لازم تنطبخ يعني او تنسلق؟ بس كل باستا لها تختلف. اوكي بس اذا حاطين لك مثلا طبخه 10 دقائق بتشيلها على 8 دقائق؟ خبري خبري، نحن في عندنا ثلاثه بات اساسيات بالطبخ. أوكي. في عندنا التلياتيل اللي نحن اليوم عاملينه، في عندنا البني، في عندنا سباجيتي، هول كثير معروفين. اوكي اذا بدنا نسلق بني الدنتي فينا نسلقها 3 دقائق بالمي، نرجع نطبخ 3 دقائق بالمي، بنرجع بنطبخها مع الصوص لترجع تكفي استويتها شوية بالصوص. بس ما بدك كثير طبخ. ما بدك كثير طبخ لانه انا بنظري اذا الباستا استوت زيادة عن اللزوم ما بقت باستا. طيب شايفة على سيرة الباستا بعرفش باستا هونيك. طيب خبير خبير. ما شربته من قبل قال لي مكتر ما سمعت عليها. ميرسي شيف. يو ويلكم. رح نشوفك نكست ويك الاربعاء اذا الله راد. لو بايدي كل يوم، بس بتعرفي شو يعطيك الف عافية. ميرسي اهلا وسهلا فيك شيف، اهلا وسهلا. تريزا شو في هيك مشاريع جديدة ولا خلينا نروح عند الزميلة فرح لنشوف شو محضرين اليوم ببرنامج سيدتي. مساء الخير فرح. مساء الانوار نانسي ونيفين، طبعا تحيه لكم ولجميع العاملين ببرنامج ببيروت. طبعا اليوم في برنامج سيدتي راح نتكلم عن معرض التوطين بجده واللي قدم اكثر من 7000 وظيفه شاغره للسعوديين والسعوديات. ايضا راح نتعرف على اخر الاخبار الفنيه من مجله سيدتي ومنها اسباب اخفاء مريم فارس لزواجها. ايضا راح نتكلم عن الاجداد والجدات ووجودهم في حياه الابناء بين الامس واليوم. أما في فقرة مجتمع أونلاين راح نتكلم عن شرطيات دبي وانضمامهم لفريق الخيالة. أيضا راح نتكلم عن السعادة ودراسة تقول إنها بمتناول الجميع. أيضا راح يكون لنا حديث مع المخرجة والمنتجة هيفا المنصور للحديث عن عملها القادم على روتانا خلال شهر رمضان المبارك. طبعا نتمنى ينضم لنا مشاهدين على روتانا خليجية بعد قليل للتفاصيل، ويعطيكم ألف عافية نانسي ونيفين. الله يعافيك، شوقتينا يا فرح. كمان نحن نحضر الحلقة، تحياتنا للجميع وموفقين بحلقة الليلة. من بعد هالكولكشن أي متى في كولكشن جديدة رح تكون؟ لا كولكشن مثل الانفينيتي لسنة الجاي، بس هلا منزلين كولكشن خاصة بالأعراس من محابيس من كل الألوان. أوكي. مع دايموند وبلا دايموند، يعني في موديلات كثيرة الواحد لازم يوصلكم لحتى يشوف. أكيد. ثانك يو تريزا، ميرسي لحضورك معنا، وثانك يو زينة. ميرسي لكم. ميرسي كثير. زينة خلص يوم رايح لازم تقدم الحلقة معنا هيك. إيه خلص. أوكي. من أولها لآخرها. ولهون شو يعني في؟ بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أكيد بدنا نشكر كل اللي تابعونا وكل اللي كانوا بضيافتنا. ما تنسوا تتابعونا عبر فيسبوك تويتر وانستغرام. باي.